ضرباته مرجعة للكلاب سهلة قوي سهلة قوي وموضوعاته نظارة خلينا حاجة. فلما بتيجي يعني مثلا تخيل واحد داخل امتحان الجراحة لقى السؤال discuss cellulitis وهو أصلا لما جه يقرا كان موضوع إيه؟ صغير كده والتبات يعني فاهمين حاجة؟ فالطالب دايما ايه الضربات في الحته دي بتبقى موجعه شويه عشان الطالب بيدمنها. هو ده مشكله باب الانفكشن. تاني حاجه كتاب القصر العيني مش كاتبه موضوعات كاتبه حتت فاهمين؟ سواء الحقيقه ان الحته دي الحتت المميزه للمرض لكن المرض نفسه ستوبت انفلاميشن يعني فاهمين؟ يعني في كلام كده احنا يعني في الانتباه كلام في الهزاري يعني كلام في الالتهابات لكن يميز السيلولايتس حاجات يميز الريسيبلس حاجات. انا كاتب الحاجه موضوعات بحيث ان الطالب بيفكر ولا يبذل اي مجهود ولا يحط ما يميز كذا على الاسطمبه انا حاططها له على الاسطمبه دونت ورك يعني احط العنوان دي لغايه ما يخلص العنوان يحط فاهماني ما يكتبش العنوان اللي بعده. مثلا اول موضوع في الانفكشن الابسس. يعني ايه ابسس؟ يعني بصل. ابسس يعني بصل. يعني تجمع صدري. هو ده كلمه ابسس. السؤال الجاي طب هو الطالب بيغلط في ابسس ايه غلطاته في ابسس؟ اول غلطه ان هو بيبقى ليمتنج تفكيره قوي للجلد بس هو الابسس مش كده. ممكن حد يجي له ليفر ابسس ممكن حد يجي له برين ابسس ممكن حد يجي له لنج ابسس فاهمين؟ تاني حاجه الطالب مستواه مش فارق قوي عن اللي قاعد على الشلفه. يعني لو سالته ايه الفرق بين ابسس ودم؟ ايه الفرق بين خراج ودم؟ بين ابسس وبايض؟ ده انا قلتها يجي مرتين ثلاثه كده في وسط السنه. الهيد فوليكل البول ليه علاقه بالهيد فوليكل. يعني لما يبقى الباس كولكشن حوالين شعره يبقى اسمه ايه؟ بويل. لو الموضوع ملوش دعوه بالشعر يبقى اسمه ايه؟ ابسس. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا ممكن تلاقي حد عنده ليفر ابسس لكن ما تلاقيش حد عنده ليفر بويل. فاهمين ولا لا؟ لان ما فيش شعر في الليفر. فهو الابسس ده عباره عن باس كولكشن وان هو مختلف عن الدم خالص. الدم ده باس كولكشن حوالين هير ايه؟ حوالين هير كولكشن. واضحه؟ السؤال الجاي طيب هو الابسس ده المايكرو اورجانيزم بيبقى ايه؟ هو احنا فين؟ هو ده سؤال تاني. شوف يا ولاد انا لسه قايل للطالب لو ليمتنج فكره في الجلد هيغلط كتير قوي. يعني الابسس ده لو في الجلد هيبقى ستات لكن لو الابسس في البطن هيبقى ايه؟ الكولاي. فاهمين اللعبه عامله ازاي؟ يعني هو الابسس ايه اللي هيعمله؟ الميكروب اللي هيعمله؟ هو احنا فين؟ بس احنا فين دي تفرق في نوعيه الميكروب اللي عمل الابسس. طب الجلد بقى عليه ستاف وعليه ستريب ليه الستاف اللي بننتخبه دايما الابسس؟ الستاف يختلف عن الستريبتوكوكاي في حاجه. الستريبتوكوكاي بتفرز حاجه اسمها هاليورونيديز. هاليورونيديز ده بتكسر الكونكتيف تيشو فده بيخليها تعمل سبريد اوف انفكشن لكن ما بتقعدش في حته فتره طويله فتعمل باس لوكس. عشان كده الستريبتوكوكاي تعمل سيليلايتس تمشي في الصف كده تيشو تاكله وتنتشر وايه؟ وتتوغل وتنتشر وايه؟ وتتوغل لكن ما تقعدش في حته. عشان كده الستريبتوكوكاي تعمل سيريلايز. لكن الاستاف يقولوا عليها كواجيليز بوستد. يعني ايه كواجيليز يا رب؟ يعني ايه كواجيليز بوستد؟ يعني بتلم الحاجه يعني هي بتطلع كواجيليز. فالكواجيليز ده بيلم الحاجه في حته. كانوا يثبتوها زمان في البكتريولوجي على اللبن زراعه على اللبن على حاجه اسمها ليتمس ميل عشان اللبن يتجلط. بقول لك اذا الاستاف كواجيليز ايه؟ بوست. وده طبعا برضه كلام مش اول مره اقوله. يعني انت هتلاقي كده حاجه معديه في ودانك كده الاستاف كواجيليز بوست ايه؟
تسهل عليه. غلط اللعبه التكنولوجيه غلطت قبل كده فاهمين لا؟ فالستاب ده بتغلط اللعبه فبتعمل حاجه اسمها لوكاليزيشن. فبتعمل حاجه اسمها ايه؟ لوكاليزيشن. اللوكاليزيشن ده هو السبب في ان الستاب دايما في الجلد بتعمل فراغ. والستريبتوكوكاي بتعمل ايه؟ لان الستريبتوكوكاي بتفرز هايليورو ديزيز والستاب بتفرز كواجيلو. فاهمين يا راجل؟ ده لا لا لو جالي سؤال ديسكاس ابسو هتكتب اول حاجه ديفينيشن ايه؟ اصلا المايكرو اورجانيزم هيبقى ايه؟ المايكرو اورجانيزم هيبقى حسب السايت في الجلد هتبقى ايه؟ في البطن. طب ايه بليتش بوزنج فاكتور ايه الكلام؟ باد جنرال كونديشن باد هايجين ستيزيس وده كلام ثابت. وده كلام ثابت ما بيتغيرش. باد جنرال كونديشن باد هايجين ستيزيس. طب هو برضه هنقول كلام ما بيتغيرش برضه. هو ايه الروت اوف انفكشن؟ ازاي الروت اوف انفكشن؟ دايركت وبلط ولم وقعدت هتدفع على حدوته كده ان ربنا خلق لنا الجلد ده هو البارير بتاعه الميكروب ما بيعرفش يعديه كده. افرض الجلد اتقطع خش الميكروب فده نسميه دايركت سبريد. ذا بيست كفر فور سكين لدرجه ان احنا نقول لك لما حد يتعور نغير عليه بيتادين ونحط عليه كريسم جديد صح. بس مش هو ده احسن حاجه. احسن حاجه ان الجلد يبقى سليم. ذا بيست كفر فور راوند ايه؟ سكين. فلو جرح صغير بعد اغير عليه واستنى الميل لانه مش هياخد فتره طويله. انما لو جرح كبير بحط سكين درافت او سكين فلات ما اقدرش اسيبه في الشارع هيبقى ليه فكره. فاهمين يا ولاد؟ ذا بيست كفر فور راوند سكين. فلو حصل ان السكين اتعور هيخش الميكروب وده حاجه اسمها دايركت ميكروب. طيب هكتب حدوته كده ان انا لو قلت لك روح الكليه انت هتعمل ايه؟ انت كميكروب هتعمل ايه؟ وراح الشارع وماشي ام الجسم فيه شوارع. يعني الجسم ده عباره عن حاجه صلب بس فيه شوارع. شوارع فيها بلط وشوارع فيها ايه؟ فافرضوا ان الميكروب موجود في منطقه الايه؟ عايز يروح منطقه الاو هو لازم يمشي في الشارع. الشوارع اللي في جسمنا ايه؟ يا بلط يا لمف. هو بيمشي يا في البلط يا في اللمف. لكن هو ده باس واي. عشان كده مثلا لما يجي يقول لك الامن مثلا يجي يقول لك احنا عايزين نامن المدينه. يعني ايه امن المدينه؟ يعني اقفل الشوارع. عشان كده ايه ربنا خلق لمف نود تفلتر اللمف وخلق سكرين يفلتر ايه؟ البلط. وانا كنت فاكر الحاجات دي قبل كده بس اهو بنحكيها تاني اهو. عشان طالب في الاخر لما اقول له ايه الروت اوف سبريد يقول ايه؟ دايركت بلط. ما ينفعش بقى اسال طالب ايه الروت اوف سبريد؟ يقول لك استنى هفكر مين عندي السعاده ليه؟ هو الموضوع هيفضل دايركت بلاد ولمف النهارده وبكره وفي الانفكشن وفي اي حته. دايركت بلاد ولمف. لا لا تقول المايكرو اورجانيزم. روتو انفكشن. دايركت بلاد ولمف. قولوا لي برينس بوزنج فاكتور. كلام ثابت يعني ما بيتغيرش. طب امال ايه الغريب هنا او ايه الجديد؟ البطالة. ازاي الخراج بيتعمل؟ تعرفين الموضوع بيبقى عباره عن حرب. يعني ده انسجه كده. ظهر الامه بيدينه الحاجه جابوا الاقدام اللي انا برميها. دلوقتي دي النسيج وده الميكروب. الميكروب اول ما دخل الجسم حس ان فيه عدو صح؟ فراح ايه جهاز المناعه مطلع ايه؟ سايتو ايه؟ سايتوكاين وانتر ايه؟ تمام.
فراح حصل بازو دايلاتيشن. وراح لما حصل بازو دايلاتيشن كده خرجت خليه مشهوره كده اللي هي الدبدبات بتاعتنا ايه؟ البي ان ال. مش كده؟ والبي ان ال دي عايزه تاكل مين؟ بكتيريا. فقام حرب بين البي ان ال وبين البكتيريا. مين اقوى؟ لا البي ان ال اقوى. البي ان ال قدام البكتيريا زي دبابه في مواجهه فرد. فالفرد ملوش امل. امال الميكروب بينتصر ازاي؟ بالعدد. برافو عليك. سلاح الميكروب العدد. لما عدد الميكروبات بتزيد قوي 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 الدبدبات ما بتعرفش تعمل حاجه زي ما دبدابه تبقى موجوده في مظاهره هيقوموا طالعين فوق الدبدبات. احنا مطلعين درجه القوه وضاربينه على قفاه. عشان كده يا اولاد هو ايه؟ سلاح الميكروب العدد. فاهمين يا اولاد؟ لكن الدبدبات بتاعتنا ايه؟ جامده ومتينه. عشان كده بتوع البكتيريولوجيكال انفكشن اللي بيحصل لما يحصل حاجه اسمها انفكتد دوز. لما نوصل لحاجه اسمها انفكتد دوز فهمت فكره العدد؟ هو ده فكره العدد. فالميكروب لما بيخش بيعمل فازو دايلاتيشن وتطلع الدي ان ال وتقوم حرب. الحرب دي فيها خساير بالطرفين، يعني في ميكروبات بتموت وبي ان ال بتموت. لو جهاز المناعه قدر على الميكروب الموضوع بيخلص. لكن لو جهاز المناعه ما قدرش على الميكروب لان عدده كبير الحرب بتبقى حرب بقى ضروس وشغاله لفترات طويله قوي. كل النتيجه ايه؟ ان البي ان ال اللي وهي بتموت اللايزوزومز بتتكسر وتعمل لايسز للانسجه. يعني تبدا الانسجه دي تتحلل شويه. تتحلل باللايزوزومال انزايمز. فاهمين يا رب؟ لكن الحرب ستيل شغاله، يعني في هنا فازو دايلاتيشن وفي حرب هنا منطقه فيها حرب وبي ان ال وميكروبات. فاهمين؟ لان المساحه اللي حصلت فيها الحرب زادت. فاهمين؟ فكل نتيجه ان الحته دي تبقى مليانه بص. البص ده في الحقيقه عباره عن ميكروبات ميته ووايت بلاد سيلز ميته. يعني لو حد بص لها كده مقبره جماعيه. فيها الوايت بلاد سيلز اللي ماتت وفيها الميكروبات اللي ماتت والانسجه اللي اتحللت. طب والمنطقه اللي حواليها هي منطقه حرب لسه شغاله، منطقه حرب لسه شغاله والبي ان ايه اللي بتهاجم الميكروبات وبتاع وكونجستد وبازو دايلاتيشن فيقولوا عليها بايوجينيك ممبرين. اللفظ ده ليه الانجليز قالوا عليها بايوجينيك ممبرين؟ اعتقادا منهم ان الحته دي هي اللي عملت البصر. لكن لو حد عاقل يفهم مش هي اللي عملت الباص، المنطقة دي كلها كانت منطقة حرب. ده هو الباص اتكون هنا. في النص، لكن مش دي اللي عملته. عشان كده في التكست ده انتوا عارفين التكست ده يلك معاك شوية. يقول لك الحقيقة بايوجينيك ممبرين ممكن نبص له على انه رونج نيم. لأن مش البايوجينيك ممبرين اللي فرز الصديد، لكن منطقة الالتهاب كلها كانت بايوجينيك ممبرين وفي حتة حصل فيها إيه؟ نيكروزيس. فاهمين ده ولا لا؟ لكن ايه سكنتوا من الهلس ده؟ يعني احنا نقعد نهلس مع بعض كتير كده عشان الطالب في الاخر يخش في دماغه معلومه ان الابسس عباره عن منطقه فيها بص ومنطقه بايوجينيك ممبرين ومنطقه كونجيشن. منطقه كونجيشن ده الاولاد اللي هي خطوط الامداد. عارفين لما يكون في حرب الجيش بيبقى وراه حاجه اسمها خطوط ايه؟ امداد. وبعد كده مدنيين بقى اللي هي الانسجه النار. يلا لا تقولوا لي بقى الخراج عباره عن منطقه فيها ايه؟ بص منطقه بايجين ومنطقه كونجيشن وبعدين بقى الانسجه العاديه. هو ده بس. هو ده الباثولوجي. اصل هو غير كده. بصوا بقى الكلام بقى لما اقول لك كده كلمني عن ابسس هتقول لي هو عباره عن بسطه. خلاص؟ مايكرو اورجانيزم. طبعا مكان ازاي في كولاي روت انفكشن دايركت بوتوجن ريكس بوزن فاكتور فاجيرال كونديشن باد هايجين ستيزيس. طب هو ايه الباثولوجي؟ ثلاثة زود منطقة باس بوكلاس منطقة بايوجينيك ممبرين منطقة فلفش. طب هو لو قلت لحد ايه كلينيكال بيتش؟ سيمبتوم وساين طبعا الطالب هيقول لي سيمبتوم وساين جنرال جنرال ولوكال وساين جنرال. ده لو قلت للطالب العبيط هيتسايق
كان زي في الكلينيكا ده طالب ناصر وده طالب عبيط. الطالب العبيط حيلسى ايه؟ اللي هو الساينز اوف باسفورت اللي هي ثروبنج بين وهيلث فيفر وإديما اوف ذا اوفر لاين سكين ونو ريسبونس تو ميديكال. يعني لما نيجي نتكلم على الكراجا ولا كل الطلبه هتسمع صبت اي طالب هساله اقول له كلمني عن الكراجا هيقول لي زي زي التباين سيمبتوم ساينز وسيمبتوم جنرال لوكال وساين جنرال لوكال. فاهمين يا ولد؟ امال يفرق طالب ده طالب عبيط وده طالب ناصح؟ يفرقوا عن بعض ايه؟ بنعرفهم عن بعض ازاي؟ ان الطالب الناصح بيقول الساينز والباص ايه؟ الطالب العبيط بيكلمني عن باص لوكي لابس وما بيقولوش الساينز والباص لوكي، يبقى ده عبيط ولا مش عبيط؟ فاهمين يا ولد؟ عشان كده ما اقول لك سيمبتوم جنرال تقول لي ايه؟ فاهم ازاي فلان؟ سيمبتوم جنرال اللي هي ايه؟ فاهم ان في فرق انوركسيا هيليك ماليز لوكال بين السوالين بتستاذ فالس اوف فانكشن ساين جنرال كارديا لوكال الحته اللي ملتهبه ريد وهوت وتندر وسوال. بعدين اقول له بقى خلي بالك بس البيت هتتربط والفيفر هتبقى هيلثي وهيبقى فيه ديما في الاوفرلاينج سكين ونو ريسبونس وميديكال تريت. وبعدين اقوم حاطط له النجمه بتاعتي اللي باخد بيها الدرجات بقى ادورها له كده واقوم حاططها له جوه حته بقى كده يلا قطعوه فلكتويشن از ليت ساين. برافو عليك. فلكتويشن از ليت ساين وي دونت ويت فور. عارفين في خراديك لو استنيت فيها الفلكتويشن بتبقى مفكر قوي. يعني مثلا واحده عندها الخراديك دي على فكره دايما على حرف البي على حرف البي ولا على حرف البي؟ لا على حرف البي. ليه؟ احنا عندنا العربي بي هم عندهم الانجليزي بقى البي دي شغلانه بي. احنا ما عندناش من فاهماني؟ عشان خاطر اشكال الرياضي في تعلم الانجليزي يقول لك الفرق بين البي والبي ده الفرق بين مبروك الفضاء شر ان شاء الله. احنا ما عندناش كده احنا عندنا كله بيت يا فاهمني؟ واضحه؟ عشان كده اقول لك مثلا الخريج اللي احنا وي دونت ويت فور فلكتويشن على حرف البيت. يعني مثلا واحده جالها بريست ابس دي مصيبه. عارفين يعني تستنى فلكتويشن؟ البريست على بال بقى ما البريست يعمل خراج طالي كده يطرق يبقى حجم كبير على بال ما تفتح بقى الخراج وتنضفه يبقى الولية عندها فردة قايمة وفردة نايمة وده خدناه بباب ايه؟ برافو عليكم. واضحة؟ مثلا يا ولاد تخيل واحد عنده ابسس في البطن واستنى لما الخراج ده عمل فلكتويشن تخيل بقى ده ايه هيبقى حجمه قد ايه؟ فعلى بال ما تفتحه هيبقى عنده فرد قايمه وفرد ايه؟ نايمه. فلما يجي يقعد هتلاقيه ميت لازم تحضره عشان ايه؟ عشان يوزن. الكلام كله مش بيرد عليكم كله مش سامعينه. انتوا عارفين ولاد لو حد جاله ابسس في البروستاتا وسبته؟ في البروستاتا؟ يلا تخيل انت لو حد جاله ابسس في البروستاتا وسبته وانت مستني الفلابيكوش طب انا اسالكم سؤال البروستاتا دي ماشي فيها حاجه مهمه برافو عليكم طب هما واقفين ليه زي لو حد جاله كراك في البروستاتا ايه اللي هيحصل؟ ريتنشن اوف يورين. اه تخيل واحد جاله ابسس في الباروت الجلال فيشن نيرف وانت استنيت الفلاكتوش اه فيشن نيرف انت فاهمين ولا لا؟ واخدين بالكم انها على حرف البي يا على حرف البي فالخراليج اللي على حرف البي ودونت ويت فور. يعني مثلا بعد شويه ان شاء الله ناخد حاجه اسمها بالب سبيس انفكشن. البالب سبيس ده لو بقى انفكتد البالب سبيس ده لو العقله دي تعرفي لو بقت انفكتد واتسابت تقع العقله تقع والواحد يبقى ما عندوش عقله اخرانيه. يعني لو بيانست لو راجل بيانست اه خلاص مستقبله راح يقول لك هنضرب اللحن كله الا الريق اتفوت من لان العقله ايه؟ راح واحد عنده فراغ في المخ برين ابسس
وانت مستني الفلاكتوز. طب ما انت غبي فعلا، باكل للمخ مهم. ففي حتت وي دونت ويت فور فلاكتويشن، ده خطر جدا فيها. وصدفه جميله ان الحته دي دايما على حرف الايه؟ البي، سواء بي او بي. فاهمين ولا لا؟ طيب افرض انا جيت قلت لك كده، اقول لك كلينيكال بيشوب ابسس، هتقول ايه؟ سيمتوم وساين، سيمتوم جنرال لوكال، ساين جنرال لوكال. فاهمين ولا لا؟ وبعدين نحط العلامات بتاعت الباص لوكلاس، اند وي دونت ويت فور فلاكتويشن. واضحه ولا لا؟ طيب ايه الكومبليكيشن بتاعت ابسس؟ برضه جنرال لوكال. بص يا ولاد، انا عايز ايه؟ انا مش مستني حد يقول لي كومبليكيشن، مش مستني ايه؟ سيست. يعني لما اقول لحد ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الابسس، انا مستني حد يقول لي ايه؟ سيمتوم ساين جنرال لوكال، عشان اقول له خلي بالك اوعى تنسى علامات الباص لوكال. هنا لا، فهو الطالب الشاطر واخد باله انه ما ينساش علامات البطل. اما الباقي فهو هيسمعه لانه سهل. هنا لا، افرض انا جيت قلت لك كده، ايه الكومبليكيشن بتاعت الابسس؟ فانا مستني ان الطالب يقول لي الالتهابات كلها الكومبليكيشن بتاعتها ايه؟ جنرال بلوك. جنرال ده اللي هو ايه؟ توكسيميا، سيمتسيميا، فايميا، بكتيريميا. امال ايه لوكال؟ ولا حد عنده خراف في الصوت ولا ايه اللي بيحصل لوكال؟ يعني الدكتوره بتقول لي رابشر، بتقول لي رابشر. رابشر دي هي بتقول لي رابشر منين؟ إيه؟ الدكتوره مذاكره؟ لا، ما بتقول لي رابشر منين؟ من الحياه، من القعده كده، على الشلفه. هو ايه يقول لك على الشلفه؟ لو حد ساب كرار، الكرار بعد شويه بيستوي. اللي هو يستوي دي اللي هو ايه؟ برافو عليك، هو ده بالانجليزي، يعني هو ازاي زينا لما كنا بنقعد على الشلفه بس بيتكلموا بالانجليزي. طب بعد ما يعمل فلكتويشن بيحصل له ايه؟ يعني بعد ما يستوي يعمل عين، عين دي اسمها بالانجليزي بوينتنج، وبعدين رابشر. بس قامت الدكتوره جابت لي من الاخر، قالت لي لو سبته بيرابشر. فاهمين ولا لا؟ اللي هي في الحياه اقول لك يستوي وبعدين يعمل عين وبعدين يفرقع، اللي هو فلكتويشن بوينتنج رابشر. وده كلام حد بيذاكره ولا حد بيذاكر الكلام بنشوفه كل يوم؟ ده بتشوفه عشان تعالج، ده مش طب ولا ايه؟ يعني لو سبت خرار ممكن يحصل له كده، او ممكن يقلب كورونا، او يسبريد عن طريق الليمف. لو سبريدنج عن طريق الليمف يعمل ايه؟ ليمفانجايتس وليمفادينايتس. يلا قولوا لي ليمفادينايتس دي على الشلته، قولوا عنها ايه؟ تقيل. برافو عليك. ان حد يبقى عنده كراج يطلع له ايه؟ يطلع له كده. هفتح المنظور شويه. طبعا لو سالت طالب ايه الكومبليكيشن بتاع الالتهاب الايه؟ هيقول لي ايه؟ ايه جنرال؟ سيميا، سيميا، وايميا، بكتيريميا. اما ابننا هم احنا نسأله سؤال، يعني ايه توكسيميا؟ توكسين في الدم. هقول لك توكسين في الدم. امال يعني ايه بكتيريميا؟ بكتيريا في الدم. بكتيريا في الدم. دول كلكم هتقولوا اللي جايه بقى، انا بنبه عليها في حياتي. يعني ايه سيبتسيميا؟ بكتيريا توكسين والبكتيريا مالتيبلاينج ان ذا بلاد. قلت لكم ايه الفرق بين المهندس والدكتور؟ المهندس يقول لك توكسيميا يعني توكسين في الدم، بكتيريميا يعني بكتيريا في الدم، سيتسيميا يقول لك يعني بكتيريا زائد ايه؟ ودي كانت مهمه. انما الدكتور يقول لك بكتيريا توكسين والبكتيريا مالتبلاينج ان ذا بلاد. يلا قولها لي بالعربي. انا اتخذت البكتيريا من الدم مزرعة لها، يعني اتخذت البكتيريا من الدم فاكرين مزرعة لها دي؟ العربي بيقعد الانجليزي ما بيقعدش كتير ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ فاهمين يعني ايه توكسيميا؟ يعني ايه بكتيريميا؟ يعني ايه سيبتسيميا؟ امال ايه الفرق بين سيبتسيميا وبايميا؟ بص يا ولاد، سيبتسيميا انت عرفتوها صح؟ تعال نخش على بايميا.
هو 40 دي بتحصل ازاي؟ الثرومبوفليبايتس بتكسر فتعمل باين كابس. يعني مثلا حد جاله اكيوتال انسايت فجاله ثرومبوفليبايتس في الابنديكولار فين، وبعدين الثرومبوفليبايتس في الابنديكولار فين دي اتكسرت فراحت عامله بورتال باين، عملت مالتيبل باين كوبر ابس. حاجه سيستميك تعمل سيستميك باين. يعني البايميا دي امبولاي صغيره كده عليها ميكروبات، فلما بتروح حته اللي زي الليفر تعمل سيبتك انفاركشن، يعني تعمل انفاركشن انفكتد فتعمل خراج صغير، خراج صغير هنا وخراج صغير هنا وخراج صغير هنا، هو ده البايميا كابس. بص يا ولاد السيبتسيميا ماتش سباحه، يعني الميكروبات عايمه في الدم. البايميا ماتش قوارب، يعني امبولاس كده وهنا في ميكروب وهنا في ميكروب بقى وبيقدفوا بقى، فاهمين؟ البايميا الميكروبات متحمله على الامبولاي وبتقدف، لكن السيبتسيميا الميكروبات ايه؟ عايمه. اصل لو بشرح في كي جي 1 طبعا بقى ايه السيبتسيميا بقى عيبه، يعني انت هتتفرج خلاص. في واحد سألك قال لك ايه الكومبليكيشن بتاعك؟ فانت قلت له توكسين يا ستين يا باين يا بقالك يعني ايه؟ قلت له ما اعرفش. ما دي برضه عيبه في حقك. مين عرفت؟ واخر سنه اخر سنه بعدها هتبقى دكتور. مين قادر ده؟ فهمتوا يعني ايه توكسين؟ يعني ايه ستين؟ يعني ايه باين؟ يعني ايه بكتيريا؟ موجوده في كل الكلام، على الاقل تبقى فاهم انت بتقول ايه. مين قادر؟ امال اللوكال ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل جوينتنج وربشن. ممكن يحصل كورونيست، وانا معايا طلبه شاطره، تعرفين الالتهابات بتبقى منطقه فيها بص، منطقه فيها بايجينيك ممبرين وكونجيشن. يلا قولي لما بيحصل كورونيست ايه اللي هيحصل؟ الكونجيشن هيهيل، والجرانشال تيشو هيهيل بايه؟ سايدروز. والبكتيريا في مجملها الابس ليه الكورونا بيبقى ابس صغير، فمع البكتيريا في معظمها في مجملها بتموت. ممكن تتبقى في الجدار بس. فلما تتبقى في الجدار كده تستنى لما المناعه تقل. تقوم داخله عامله التهابات جامده. فياخد مضاد حيوي فترجع ايه؟ تلم تاني، يقول لك بيحصل ريميشن اند اكسسربيشن تبع المناعه. فاكرين؟ الكلام ده انتوا عارفينه صح؟ مين جدع يقول لي خدناه فين؟ جدع باب البريست، برافو عليك، هو ده كرونيك ابس. ساعتها باب البريست قعدت اشرح لكم كرونيك ابسس جامد، اشمعنى؟ بس انا عارف ان هناخده هتروح فين الشمس عن قفا الفلاح. بس المعلومه بتفضل وراك لغايه ما تجيبك. هو ده كرونيك ابسس. يعني ايه كرونيك ابسس؟ يعني خراج مش كبير، صغير، والعين خد مضاد حيوي. فالميكروبات اللي في الباص ماتت. يمكن لو في شويه بيبقوا موجودين في الجدار اوبورتيونيستك، يعني لما المناعه تقل تقوم هاجمه، ياخد مضاد حيوي ويرجع ايه؟ يلم تاني. ده يسموها بالانجليزي ريميشن اند اكسسربيشن. والجرانيشن تيشو بتهيل بايه؟ عشان كده قلت لكم الفايبرس تيشو ده لما يلمس كوبري ليجامنت يعمل ديمبلنج، ولما يلمس ميلك داكت يعمل ريتراكتد ديبل. عشان كده الكرونيك ابسس شبه الكانسر. في البريست شبه الكانسر، فاهمين يا رب؟ الكلام اللي انا بقوله ده كلام فاضي، كلام سهل انتوا عارفينه اصلا. يعني ممكن تقلب كرونيك ابسس، عارفين ان الكرونيك ابسس ده ساعات يقولوا عليه انتي بايوما. ليه يقولوا عليه انتي بايوما ليه؟ سببه لما الكرونيك ابسس يبقى سببه ان العيان خد انتي بايوتك ويقولوا عليها انتي بايوما. يلا قولي لي اوما يعني ايه؟ اوما يعني مظاهره او ماس زي ايه؟ قومه عرابي، ربنا يسعدك يا رب. تمام، قومه عرابي يعني المظاهره بتاعت عرابي، القومه بتاعت عرابي دي قومه. مين سبب الأومة دي؟ مين سبب التدفع؟ انتبيوتك، فراحوا مسمينها انتي بايوما. يعني لما الكرونيك ابسس يبقى سببه انتبيوتك يسموها ايه؟ انتي بايوما، فاهمينها؟ الواحد مش عارف يشرح لكم ايه، صح؟ حاجة سهلة أوي. طب لو حد عنده ابسس نعمل له انفستيجيشن، يعني حضرتك حاجة كده صغيرة. يلا حد عنده ابسس نعمله بزنس. بص مش عايز اقول لك انا فرحان بك قد ايه، والله العظيم جميله والله. لا جميله
جميل. تعطين اي دخله غير كده هتلاقي الطالب تقول له واحد عنده ابس تعمل له ايه؟ يقول لك سي بي سي. تقول له كويس هتلاقي يقول لك ليكوسايتوز. تقول له كويس وبعدين؟ يقول لك وبعدين سي رياكتيف بروتين. تقول له هتلاقي يقول لك عالي. تقول له وبعدين؟ يقول لك كالتشر. تقول له وبعدين؟ يقول لك هتلاقي في ميكروبات. لكن عمره ما هيقول لك شيست اكس راي لو في لونج ابس، ولا سيت سكان برين لو في برين ابس، ولا سيت سكان او التر ساوند على الابدومين لو كان ليفر ابس. اشمعنى؟ لان هو عمال يفكر في الجلد، فتركيزه كله في الانفكشن، مش شايف اي حاجه تاني. شوف بقى الولع ليه انبسطت منه لما قلت له تعمل انفستكشن ايه الابس؟ اسالي ولا ابس فين؟ اصل انا هعمل حاجات خاصه بالانفلاميشن وحاجات خاصه بالصيد. برينز ولا ايه؟ صح ولا لا؟ هو بقى كان هيقول لي انفستيجيشن خاصه بالسايت، لكن ما كانش هيقول لي انفستيجيشن خاصه بايه؟ الانفلاميشن. وفي طالب تاني هيقول لي انفستيجيشن خاصه بالانفلاميشن، وسيب الانفستيجيشن الخاصه بالسايت، ونقعد انت بقى زي القرفه المحفوظ ما سد الخرم ده، ده ضعف، ده سد الخرم ده ده ضعف. هنقعد بقى مع بعض كتير كده. الانفستيجيشن راديو انفستيجيشن خاصه بالانفلاميشن، هو الكلام بتاع الكباتن. ازاي الانفستيجيشن فور ذا سايت؟ واضحه ولا لا؟ طيب ازاي نعالج فراغ؟ الطالب في الاول هيلاقي ايه؟ حاجه ظريفه جدا، اقول له ازاي تعالج فراغ؟ يقول لك ازاي اعالج فراغ؟ ازاي اعالج فراغ؟ افتحه. لان في قاعده بتقول وانس باس ايكوال، يعني ما فيش بقى ايه، مش لاقي حاجه اقولها يعني. صح؟ بس احنا بندي انتبيوتيك وانالجيسيك وانتباريتيك وفومنتيشن ونعمل درينج للابسس. وانا هعلمك هاوس درين ابسس. السؤال الجاي ازاي نفتح فراغ؟ والله انا ممكن افتحه جنرال انسيزيا او لوكال انسيزيا، ديبينز على ايه؟ السايت. يعني مثلا افرض واحد عنده فراغ في صباعه. فانا ممكن ابلغ صباعه. لان دي حاجه اسمها رينج انستيزي، يقوم الصابع كله يتخدر ويفتح. لا؟ واحد عنده خراج في بطنه. انت قال حمنجه بقى جنرال عشان هنطق، مش معقول هرش بيه وافتحه يعني. طب انا غلط. يعني ممكن الامور تبقى جنرال وممكن الامور تبقى ايه؟ لوكال. طيب وانت بتفتح خراج بتفكر في ايه؟ ايه البريكوشن وانت بتفتح؟ اول قاعده ان ما تفتحش ابدا جرح صغير. اوعى تفتح خراج يعني تخرج الخراج كده وتقوم عامله كده مع الدكتور انا فتحته. في قاعده عندنا جراحيه بتقول ايه؟ لا برنت السلطانيه ايوه ده خراج اتفتح وده خراج اتفتح. مين الاحسن؟ دي صح؟ عارفين ده شبه القلة. قول الله. احنا عندنا قاعده بتقول قول الله سلطانيه. ما نفتحش فراغ شبه القله ابدا، القله لا، لكن السلطانيه ايه؟ تعرفين الانسان صمم القله ليه ولا عشان يبقى مليانه ميه كده، لما تعملها كده تنزل لك الميه سرسوم فتشرب. انما لو السلطانيه عملتها كده انت لو تستحمى فاحنا ما ينفعش نخرج فراغ كده بقى. فدي قاعدة قول الله، دي قاعدة جراحية ثابتة. فاهمين؟ فاحنا لازم نفتح جرح حلو. ازاي احلى جرح نفتح بيه خراج؟ ان لو حد انت عنده حتة منتهبة كده عاملة خراج بنفتح كروشيه ونقطع الايديس. الحتة دي بتخطفها كده في النسا. البرفر تايم ربيع العيال. شكرا يا حبيبي رب. هو كان الولد ده بيدرسوله في ودنه احنا كلنا في الكليه مع بعض. كانوا بيقولوا لنا ان في مرض اسمه الدرفور تايمنج، كنا بنعمل كروشيه انسيجن ونقطع الايدجز. صح ولا لا؟ هو دي طريقه فتح خراج، بس الحقيقه ما اقدرش افتح بيها كل الخلايا. ليه؟ كوزمتك كان في البريس. لا حجمه كبير، احلى حاجه كروشيه وتقطع مكانه. في حد اولاد يجي له باروت الابسس عم اقول له عناية. لا يا ريت، مفيش حد يفتح كروشيه. هو
وبعدين تقطع الايديس وبعدين ده هيجيب بايه؟ فايبروز. مين يتجوزها؟ صلاح معارف. حشتوني صلاح معارف. انا الولايه المستقبله راح هيتجوزها صلاح معارف. انا عايزك تتخيل بقى واحده جالها بريست ابسس ورحت فتحها في النظافه وقاطع الايديس والولايه دي اجنبيه اسمها جولي وراحت رايحه الحفله بتلبس فستان ايه؟ سمبري تاع. بعدين بقى لابس الفرير طبعا اكيد بفايبروز. بعدين تقوم قلع الفرير طبعا ديستنج طبعا ايه؟ اما ناخد بالنا من حاجه كوزموزس يفرق معايا وكوزموزس ده احيانا يضطرني للالتواء شويه يعني ما بقاش دغري كده بفكر الكروشيه يعني حد عنده مثلا كراد في البرينيوم افتحه ايه؟ كروشيه. كروشيه انتوا دايما بتاخدوا فتره عمرك شفت واحد داخل مسابقه مان الجمال في البرينيوم بتاعه يعني برضه لا ايه مش عارف انا شايف كده فطري انتوا جميل يا رب يعني حد عنده برينيال ابسس يا ولاد لو حد عنده برينيال ابسس فاحنا هنفتح كروشيه انسيجر لان الحته دي كوزموزيس ايه ما يهمنيش لكن لو حد عنده باروتيد ابسس عنده بريست ابسس لا الامور هتفرق معايا فبضطر بقى ساعتها ان انا اعمل التوى شويه يعني اصلا شرحت لكم في الباروتيد ابسس ان انا ما اقدرش افتح الوش كده بالعرض كده يعني اسمها ايه؟ لو فتحت وش حد كده بقى علمت عليه او جيش لك مش كده؟ لان الوش الكريسز بتاعته دوائر فاكرين؟ انا ممكن افتح بالعرض هنا لكن هنا بالطول لانها دايره فاهمين؟ فبفتح الوش بالطول وبعدين ادخل الاله اخر من الكراب يعني افتح الجلد بالطول وبعدين ادخل الاله جوه البرد وافتح الاله بالعرض بره البرانشز بتاعت الفيشن فاهميني؟ فابقى عملت حافظت على الشكل وحافظت على البرانشز بتاعت الفيشيال ايه؟ نرف ما عورتهاش فده تكنيك خمس نجوم بيسموه هيلتون تكنيك فاكرين؟ قلت لكم في بلاد الفرنجه لما يجي يفتحوا بريست ابسس في النص التحتاني يفتحوا ريديال انسيجن لان بيبقى جوه الضراب لكن النص الفوقاني ده بيفتحوا سيركم اريولار وبعدين يدخلوا آلة ويفتحوها بره للملك ده فالسيركم اريولار انسيجن لما يجيب ما يبانش وفي نفس الوقت انا فاتح الخراج بره للملك ده ما عوضهاش بالآلة كده بره فده هيلتون يعني تكنيك خمس ايه نجوم فاهمين ولا مثلا خلي بالك من منظر ايدك شايفين السكين كريسز دي؟ عارفين السكين كريس ولا لا؟ الانسان بيبقى عنده كام سكين كريس؟ اتنين بالعرض خط العمر خط الرزق فاكرين؟ انا دلوقتي هفتح خراج هفتحه ازاي؟ بره الاسكين كريس يعني خط العمر او خط الرزق ممكن بره هيبقى خط العمر وخط الرزق وخط الخراج وخط برلين لكن انت اتفتحت بصوت كده يتقصف عمرك ويتقصف رزقك هنا بقى وهيجيب بايه؟ فيخلي الكيت شكلها اغلي فاهمين يا ولاد؟ فانا ما اقدرش افتح كروشيه في كيت ما اقدرش فاهمين يا ولاد؟ بفتح بالعرض كده حتى الديجيتال بيسلز بالطول فاقوم فاتح الجلد بالعرض وادخل اله وافتح الاله بالطول بره للامبورتنت ستراكشر فتبقى هيلتون ايه؟ يعني مش شرط كل الخراريج افتحها كروشيه واقعد في بعض الاحيان بتحايل على الحكايه دي عشان الكوزموزيس بيبقى عندي مشكله في الكوزموزيس والفانكشن فبضطر ان انا اتحايل على موضوع كروشيه انسيجر ده ومن ضمن الوسائل اللي باينه قوي اللي بناخدها كذا مره الهيلتون تكنيك فاهمين وانا ممكن افتح اعالج واحد ازاي عنده خراج انتي بايوتيك انالجيسيك انتي بايريتيك وهوت فومنتيشن ازاي افتح انسيجر جنرال انسيزيا او لوكال انسيزيا الانسيجر شود بي لونج وادكويت اكتب جنب الانسيجر لونج وادكويت
قول الله سلطانين يا آر. ما حدش بيفتح انسيجام صغير. القاعدة الثانية don't cut skin crease، يعني ما تعديش كروس اوفر، يعني ممكن افتح فيه لكن ما اقطعوش. هنا بقى اللي هو حكاية اقفل جنبها يتصف عمرك ويقطع رزق. بص ممكن افتح في خط الرزق، ممكن افتح في خط العمر، لكن لو فتحت كده يتقصف عمرك ويتقطع ايه؟ ويتقطع رزقك، فاهمين؟ وتهيل بايه؟ فايبروزس. لازم براعي الامبورتنت ستراكشر، النيرف والفيسل بعمارة ايه؟ الهيبتون. عمارة الهيبتو الهيبتو التكنيك، فأنا لازم أراعي الفيسلز اللي موجودة. بعد ما بفتح كده في الرجل بمد صباعي جوه أقطع الفايبرس تيشو الفيلاي عشان يتحول إلى أورلوكيوس. ده باب إيه ده؟ بريست. طب مين دلع يقول لي بقى في بريست أبسس؟ بعد ما مد صباعي وأقطع الفايبرس تيشو الفيلاي عشان يبقى أورلوكيوس. إيه الفرق بين البريست أبسس ده والبريست أبسس ده؟ يعني ده الدرينج بتاعه هيكون من تحت. تمام، برافو عليكم. مين بقى اللي الغيار عليه سهل؟ ايه ولا بي؟ بي. بي ليه؟ جراب. لان هو مقلوب اصلا. ما بيحاولش حاجه. امال ده كنا بنعمل فيه؟ درينج. كاونتر انسيجن، برافو عليكم. كنا بندخل اله جوه الخراط ونخرم الخراط لغايه الجلد تحت كده. وبعدين نحط شاليمو، وبعدين نشد الآلة يقوم الشاليمو طالع لغاية هنا وأثبته، فاكرين؟ وأسيب الشاليمو قد إيه؟ لغاية ما يبطل يجيب باصص، وبعدين بقوم فاكك الغرزة وسدد الشاليمو مطلعه. طب الخرم بتاع الشاليمو ده بيحصل له ايه؟ يقفل بأمارة ايه؟ ان الخراج يقفل. فلو الحفره دي كلها قفلت اكيد دي هتقفل. فقلت لقيت بريست قفل الحفره دي بسبب الخرم ده. ده بريست ايه؟ صائب، برافو عليك. طب والخرم ده ولاد ما بيعملش سبريد وانفكشن؟ ما هو الميكروب ده هو الميكروب ده وانا مدي مضاد حيوي. طب هو الخرم ده مش ممكن يعور ملك ده؟ ما انا لو سبت الصديد هياكل بقيه البريست. حاجه اسمها كاونتر انسيجن. بس المفروض الناس انا هقول لكم حاجه. حد قاعد يلعب في اسبوعين او ثلاثه سفه. انت لما تيجي تلعب في اسبوعين لا كده غلط. كده غلط، انت طالب علم مش طالب لعب. لا لا. فالناس اللي راحت قريب باب البريست ورجعت وهي قاعده دلوقتي لا مستمتعه، الكلام عادي جدا. العيال بقى اللي بتقول لك منشرب في حاجات بتيجي وتروح. يعني بعد الانسيجن بنتروديوس فينجر ونقطع الفيلاي، بنعمل هيموستيزيس. تسمع عن حاجه اسمها باكينج؟ باكينج ده اللي هو ايه؟ كتير. تسمع عن كتير؟ اللي يفتح خراج ويحط جوه الخراج بعد ما ننضفه نحط فيه كتير. يلا قولوا لي ايه الكتير ده؟ شاش، برافو عليكم. بيبلوه ايه؟ بتدين. شاش بيبلوه بتدين، وبعدين يحط الشاش فين؟ في الخراج. وبعدين بتسيب الشاش ده على طول؟ لا، ما بنعمل ايه؟ يعني ايه بنغير عليه؟ يعني بنشيله. طب بعد ما نشيل نحط واحد جديد؟ طبعا لا. لا مش معقول انا اشيل الشاش وبعدين احط الشاش وبعدين اشيل الشاش وبعدين احط الشاش. ده جوه الجرح بيشتم يقول لك هنقفل ازاي يا صائد؟ ما انت حاطط محرم بين الضفه دي والضفه دي. فانت تقول له اه صحيح والله ما اختارش المكان هتقفل ازاي؟ فانا بنحط الفتيل ده ولاد 48 ساعه. بعد كده بنشيله ونغير. بنحطه هيموستاتيك. خلي بالك انت بتفتح في جسم الانسان
فجسم الانسان لما تفتح فيه بالمشرب بيخرج ايه؟ الدم. فانت لما بتحط باكي بيبقى ايه؟ كومبريسور وهيموستاتيك. طبعا ممكن اوسع اكتر بس عايز مدارك اكتر. اسمها حاجه اسمها سكندري هيموريدج. اللي هو هيموريدج في وجود انفكشن. كان يعلموكم ما حدش عارف ياخد فيه غرز. عشان الانسجه قريبه برضه الدرمتس صح ولا لا؟ لو جيت تاخد غرز تمزح فدي انسجه كلها انفكتد وبتخر الدم. ما عرفش اخد فيها غرز فبوقف البليننج بالباكي. فاهمين؟ فهمتوا الباكي؟ ليتر اون بن ايه بنعمل بقى دريسنج وزود باكي. دريسنج يعني ايه؟ دريسنج يعني بغير. هو يعني ايه انا بعمل دريسنج؟ بلبس. يعني ايه اعمل دريسنج على جرح؟ يعني بلبس الجرح بغيره. فاهمين ولا لا؟ وزود ايه وزود ايه؟ اكتب على وزود باكل. امال يلحم ازاي يا هندي؟ وحط صورتك جنبها. فاهمين ولا لا؟ بنعمل دريسنج وزود باكل. خلي بالكم مثلا ايه تتعلم حاجه كده. ما تلاقي جرح بيجيب صديق غير عليه مرتين في اليوم. افرض الجرح بطل يجيب صديد تغير عليه كل يومين. فاهمين؟ فاهمين القواعد دي؟ مش هعلمها القاعده الثانيه. لما الجرح يكون بيجيب صديد بتغير عليه مرتين في اليوم بالبتادين. بس خلي بالك البتادين زي ما بيموت الميكروب بيبوظ في الفايبروبلاست فبيديني هيل. فاحنا ايه بنغير بالبتادين لان انا محتاج اموت الميكروب. طب افرضوا انه بطل يجيب صديد تغير كل يومين بصلاين بس. صلاين بس ميكانيكال ووش بس. تلاقي الهيلنج بقى سريع جدا. فاهمين هذا ده؟ يعني بنغير مرتين في اليوم طول ما في صديد. الصديد قل مره في اليوم بطل مره كل يومين. الغيار الاول طول ما في صديد بنغير ببيتادين. بطل يجيب صديد بنغير بايه؟ صلاين. جاست ميكانيكال ووش. جاست ميكانيكال ووش. ساعات يا اولاد نعمل هيلتون تكنيك. يلا قولوا لي جبنا سيره الهيلتون فين؟ في الاروتون والبريست والهاند. فاكرين؟ احنا نفتح الجلد في اتجاه ونحافظ على البورتال ستراكشر غير كان نفتح الفراغ في اتجاه تاني. مثلا في خراريج يا اولاد بتتشق ما بتتفتحش. يعني مثلا فراغ في المخ. صعب قوي حد عنده فراغ في المخ وفتح المخ الكروشيتنج سيشن وتقطع الايدجز. بعدين اهم حاجه تشد صباعك جوه تقطع وتعمل له كاونتر انسيشن. انا عايزك تتخيل واحد حاطط شاريمو في المخ. يعني ابسط حاجه ابسط حاجه هتلاقي البكتيريا داخله من الشاريمو معتبرها الملاهي. فانا انت في الشاريمو ايه الشطاع فين؟ في المخ. انا لو منها تطلع وترمي نفسها تاني. وبعدين البكتيريا بتحب المخ. انت بتحب المخ؟ بتحب المخ البني؟ تخيل بقى البكتيريا اكيد بتحب المخ والمخ مهم. شويه فما حدش بيعمل كده في المخ. المخ قال بنعمل بير هول صغير ونشفط الفراغ. فدي خراريج تشفط. تسمع عن حاجة مثلا اسمها بريست ابس. لو صغير لو تراب صغير فاكرين كنا بنعمله اسبيريشن جايدد بال الترا ساوند. بلاش انا معايا طلبة يا لهو عليه يا لهو على المستوى. يلا قول لي ازاي نعمل اسبيريشن كي بي ابس سكولد ابس. زد التكنيك وارمالي بيتك شد الجلد وبعدين يدخل ابره وبعدين اصرف انزيس ماتيريا واحد من السيرفومايسن وبعدين اشد الابره وبعدين اسيب الجلد. شوفوا بقى اسمك وهو بيشرح يقول لي شد الجلد. قلت له بعدين قال لي دخل الابره. قلت له بعدين قال لي سيب الجلد. دخل ابره
الاستابيلايز، بعدين تسقط الجيسيس ماتيريال، وبعدين تحل الاستابيلايز، بعدين تشيل الابره، بعدين تسيب الجلد، تسيب الجلد لاخر حاجه. التكنيك ده بيسموه ايه؟ زد تكنيك، عشان ما تعملش تي بي سايد. فاكرين؟ فالكولد ابسس ده خراج يصفى. بعد شويه هناخد حاجه اسمها اميبك ليفر ابسس. ده ميبا وستراتيكا بتروح الليفر. وده في الجاي تي. ان شاء الله فده خراج بيتصفى. يعني في خراديجه لا نشفط الخراج كده ولاد ولا غايدد باي الترا ساوند. حبيب قلبي، حبيب قلبي، دي مشاعر جميله. السونار بيساعدني في التنشيل. حكم الدكتور لما يجي ينشل لازم يصيب، فاهمين يا ولاد؟ ما ينفعش امسك الابره واخش على العيال. اي مش هي مش هي وتتوالى ايه؟ عشان كده ولاد لما بنيجي نعمل اسبيريشن بيبقى الافضل ان احنا نعمل جايدنج سيتي سكان او الترا ساوند. هروح على حاجه كمان انت عارفينها، الكرونيك ابسس بنعمله اكسيجن من الدرينج. دي ريزون فور. الولد تقيل. الولد تقيل. فلو جيت على كرونيك ابسس وفتحته هتسيب ماس في العيان. فاهمين؟ لان ده دارك تقيل. عشان كده الكرونيك ابسس انت بتعمله اكسيجن مش درينج. حتى لو ايه؟ لا الدرين، لا الدرين دي معامله خاصه، الدرين بنشوفها. فاهمني؟ انما كرونيك ابسس في البريست انسيجن. نعم. لو عملت له انسيجن هتطلع الصليب، لكن هتسيب الجدار التخين، فالجدار التخين هيبقى شبه هيبقى ماس. ماس. تخيل واحده جت قالت لك، اسمك يا ولد محمود، تخيل واحده جت لك العياده قالت لك يا دكتور محمود انا عندي كركوعه في صدري. فقلت لها لا لا انا ما احبش ابدا ان واحده يبقى عندها كركوعه في صدرها. فرحت فاتح لها كرونيك ابسس وطلعت الصديد. قلت لها مبروك انا طلعت لك الصديد اللي جوه. قالت لك يا دكتور محمود انا لسه عندي كركوعه في صدري. قلت لها صديد ما انا كنت جوه بعمل ايه؟ طب ما تيجي نعمل عمليه ثانيه نشيل فيها الكركوعه اللي ما شلناهاش في العمليه الاولانيه. فالكرونيك ابسس لازم تعمل اكسجين. ما ينفعش كده. فاهمين يا ولد؟ لو جانا موضوع ابسس يا لهوي على الدرجات اللي هناخدها. صح؟ يلا يا ولد قولوا لي عناوين اللي هتتكلموا عنها ايه؟ انفكشن، ماكروتينيزم، انفكشن، predisposing factor, pathology, clinical picture, communication, investigation, والله ولي التطبيق. فاهمين؟ طالب يبقى حافظ العناوين اللي بنتكلم عنها. جنب العنوان الرئيسي كده يكتب هذا الموضوع 9 نقط، هذا الموضوع 8 نقط، فاهمين؟ ويعضهم على صوابعه كده. واضحه؟ طبعا لو جيت لحل بقى ايه؟ شوفوا الابسس اكتر حاجه تفعلنا في الشرح. ليه؟ عشان القواعد، القواعد محطوط بتحط في الابسس. لكن لو جيت لحد وقلت له يعني ايه سيريلايتس؟ يعني ايه ريسيبلس؟ يعني ايه بويل؟ يقوم الطالب لازم الحاجات دي تبقى واضحه. هو ايه الفرق بين سيريلايتس وريسيبلس؟ مكان الالتهاب. الريسيبلس التهاب فين؟ في الجلد. والسيريلايتس صف التنس ديشو، برافو عليك. والبويل حوالين الهيرف فورد. مين اولاد يتخرج من غير الكلام ده؟ مين يتخرج من غير ما يعرف ان الريسيبلس ده التهاب في الجلد، وان السيريلايتس التهاب في صف التنس فات، وان البويل ده باص بوكنس حوالين الهيرف فورد؟ فروق بديهيه جدا لازم تبقى موجوده في دماغك. الموضوع مالوش دعوه بقى بالتعليم. فاهمين ولا لا؟ طب بص يا هروح على السيريلايتس والريسيبلس. مين يبقى لونه فاير ريد؟ الريسيبلس. الريسيبلس ولا السيريلايتس؟ الريسيبلس. انما السيريلايتس تاسكي ريد او احمر غامق شويه. دي فريزون بول. طبعا على ان الريسيبلس سوبرفيشال فالحمار بتاعها واضح جدا، لكن السيريلايتس دي فالحمار بتاعها ايه؟ غويط شويه.
فاهمين بقى الفرق بين الريسيبلس والسيبلايت؟ بص على مين اللي لما ابص عليه الاقي الحمار زي ما يكون مرسوم بالقلم؟ ايه بتاعته واضحه قوي الريسيبلس اشمعنى سوبرفيشال، لكن السيلولايتس الحدود مش واضحه قوي لانه دي. يلا ركز على الكلمه اللي انا عايزها، ان الريسيبلس سوبرفيشال انفكشن لكن السيلولايتس ديب انفكشن. الريسيبلس التهاب في الجلد لكن السيلولايتس التهاب في الصف الكلوي. فاهمين؟ فالريسيبلس احمر قوي عن السيلولايتس. الاريسيبلس حروف واضحه جدا، واضحه اي كيو. سؤال اي كيو، واحد عنده على الخد ده اريسيبلس وعلى الخد ده سيريبايت، يعني الشرح كله على كده على وجه واحد. قولوا لي مين الالتهاب اللي هيروح على الودن ومين التهاب اللي مش هيروح؟ الاريسيبلس ايه؟ يروح على الودن. طب والسيريبايت ايه؟ في صف كتير اسفل. السؤال الاولاني، هو ممكن الطالب يجاوب الحاجات دي؟ اه؟ بأمارة ايه؟ الناس بتجاوب. ما الطلبه اللي ما بتجاوبش دي؟ الطلبه بتبقى قاعده كده تقول لك انا مش هفكر. هم يفكروا ويقولوا، بعد ما يفكروا ويقولوا اقول انا قاعد. من الاغلب ده طالب يبقى خايف على صحته هيجيله مرض الشوكه. من الاولاد الودن ما فيهاش سب كيتينس فيه. هو ليه اولاد ربنا ما خلقش في الودن سب كيتينس؟ تخيل بقى لو الواحد تخن وفي سب كيتينس فات كده وبدات الودن يتلج، يتلج بقى الودن كده وتعمل بصبوص زي ده كده، وبعدين تيجي انت تتكلم يقول لك استنى استنى اما اسمعك. انا طبعا حاجات يا اولاد الواحد كان يسمع الكلام ده مثلا في تلاوني ولا قال له كده ايه يا اشعر كده وكده ايه اللي صح ولا لا؟ بعدين يكبر الدكتور ده يكبر بقى ويجي سنه سته يقول له ان السيميلايتس التهاب في صف التنس فات لكن الاريسيبلس التهاب في الجلد، فالاريسيبلس يروح الودن لكن السيميلايتس ما تروحش الجلد. يوم الطالب يقول لك ايه؟ واضحه لك؟ سؤال تاني، اي كيو اي كيو، ايه الميكروب اللي يعمل سيلولايت؟ ستريبتوكوكاي. اشمعنى؟ هيورونيديز. برافو عليك. وايه الميكروب اللي يعمل اريسيبلس؟ برضه ستريبتوكوكاي. فجأة هما الاثنين، هما الاثنين ستريبتوكوكاي، الاريسيبلس والسيلولايت ستريبتوكوكاي. يعني الاي كيو استخدام معلومات سابقه في حل مشاكل جديده. معلومات سابقة قلتها قبل كده، سابقة يعني قلتها قبل كده في حال مشاكل جديدة. أنا دلوقتي دكتور عندي عيان عنده أبسس استاد وعيان عنده سيريلايتس وأنا هكتب مضاد حيوي. يلا قولوا لي بتفكر زي ما أنت بتقول. أنا عارف، أنا عارف نوع الأورجانيزم. أنت بقى هتكتب إيه هنا وتكتب إيه؟ نوم ده أكتب إيه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك عشان تاكل. تاكل ستراب؟ عارف الستراب دي لو لقيت بنسلم؟ تاكل تاكل. بعد ما تاكل تلاقي معدتها اتفلت. البنسلينيز بتاعها بقى اشتغل ومكسر البنسلين فبتكرر. هضمي. تقعد تدعي بقى. يا ربنا يخليك يا صاحبي. في حد اولاد يكتب الاسلام بالسن ده طالب يعني ده مش طالب علم ده طالب الغور مش طالب ابدا عارف يكتب الاسلام بالسن ولا ايه؟ كنا قلناها قبل كده ولاد ولا كتير انت بقى ما تغلط في الحاجات دي اضحك الراجل حابب والله اكثر من مره مش قادر يعني هيعمل من
شكلها ولاد تكتب حاجة استات غير سيلولايتس وريسيبلا. سيلولايتس وريسيبلا سامت لك بالسلم. لكن أبسس أو بويل لا ما ينفعش. لازم أوجمنتين. برافو عليك. نحط في الأمبسلين إيه؟ الجلانجيلونيك أسد. إيه بقى؟ عشان الجلانجيلونيك أسد يبوظ البنسلينيز. يوم الأمبسلين يموت. ما الأمبسلين ده بالسلم. بس أنا حطيت عليه جلانجيلونيك أسد. يوم الجلانجيلونيك أسد يبوظ البنسلينيز. يوم الأمبسلين يموت البكتيريا. يعني حط السم في الكفتة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو اللوز دايما بتبقى ستريبت ولا ستات؟ لما حد بيجي له لوز بيبان ستريبت مش ستات. موجوده؟ اه دي موجوده كومنت. ستات دي كومنت عندنا في الدنيا اصلا. انت لو خدت صوره سواب هتلاقي ستات عارف؟ لكن لو لقيت ستريبت لا في مشكله. ايه؟ وليه الطالب اللي جاوبه؟ وانا قلت لكم قبل كده ان الستات دي كومنتس في بوق الانسان. اه ساعات البريست. 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 ان العيل بياخد منهم لبن ويديها ايه؟ تبادل منفعه فعملها بريست ابسس ومسطلت. فاكرين؟ طب هو انتوا فاهمين قصدي ان مثلا ده باب البريست انا بشرح فيه معلومه تفضل في باب البريست مش ممكن تروح على بقيه الابواب. ممكن تروح بقيه الابواب عادي معلومه يعني مش معلومه في الطب يعني. قول لي انا طب هو لما تلاقي حد يجيب ستريبتوكوكال انفكشن بتخاف من ايه؟ يعني سور سرور سيليلايتس. يا ريت تقول لي السيكول دي عشان انا طب امتى تخاف من الروماتيك فيفر اكتر وامتى تخاف من الجلومينوفرايتس؟ السيليلايتس تعمل روماتيك فيفر. السكين تعمل بوست ستريبتوكوكال جلومينوفرايتس. يا الله يا يعني هما بيحاولوا يعلمونا جوه كليه الطب ان لو ابنك ضنار ضنار سيبك انت من العيله ان ضميركم مات لو ابنك ضنار جاله صور سرور هتديله بنسلين 10 ايام حتى لو خف يا دكتور بعد اربع خمس ايام حتى لو خف بعد اربع خمس ايام هديله بنسلين 10 ايام وإراديكيت الانفكشن عشان ما يجيلوش فالفولار هارت ديزيز والواد يكبر يا عيني هو عنده مايكرالستينوزيس او اي عفريت تسرع من العفاريت اللي انتوا بتاخدوها فاهمني والواد يا عيني يكبر بقى مفيش كليه طب الواد ابنك شاطر خد جين فخد لازم كليه طب وبعدين ايه يعرف ان هو وهو بيتذكر كده يعرف ان ابوك القمار فيرجع لك يقول لك يا بابا ليه يا بابا ما تدينيش المضاد الحيوي 10 ايام مع ان الكلام مكتوب في الكتاب؟ تقول له يا ابني معلش جين الحمريه ده يا ريت ما تكونش خافوا مني فمين الفرق بين الستاف والستريب؟ فمين يعني ايه لما اقول لك مثلا المرض الفلاني بيتعمل بالستريبتوكوكال دي مش اطروفه دي مش اطروفه لا دي معلومه مهمه وهسالك فيها في الام سي كيو اشمعنى؟ عشان انا عارف ده عليها توابع ايه؟ انا عارف دي عليها توابع ايه؟ لازم الطالب يبقى عارف ده بالستريبتوكوكال وده ستافيلوكوكال فاهمين يا رب؟ ازاي تعالج حد عنده سيلولايتس؟ يعني انتي بايوتيك انرجيسيك انتي بايوتيك وورفو ميوتيشن تحبوا تكتبوا انتي بايوتيك ايه؟ انيسيل صح ولا لا؟ بص هو سيلولايتس صبرت الانفلاميشن ولا نوت صبرت؟ نون صبر ده باي ديفينيشن دي نون صبر عشان بيفرز هايليرونيديز احنا هنقضي اليوم كله في الهايليرونيديز بتخلص يالا انت وهو الاستريبتوكوكاي بتطلع ايه؟ وده بيعمل سبريد على ايه؟ الانفكشن ما بتعملش باص بوكيلاس الا متاخر كده السيريلايتس في مجملها نان صبر. باي ديفينيشن باي ديفينيشن. اعلم عليها اتعلم عليها واكتب عليها سؤال ام سي كيو هيجي لي
ولو غلطت فيه ابقى اهبل بحط صورة واحدة اهبل جنبها. سيليلايتس اولاد نون سبرتيف انفلاميشن. الميكروب بيبقى عادة تريبتوكوكاي. ايه البريكس بوزن فرق؟ جنرال كونديشن باد، جنرال كونديشن وباد هايجين وستيز. اشمعنى؟ هو الطعم كده، هو طعم كده. مين؟ طب الكلينيكال بيتشر بيبقى ايه؟ مش هحط علامات باسبوك خلاص بقى يعني. لا متاخر ليه؟ مين؟ طب الكومبليكيشن ايه؟ جنرال لوكال. جنرال هو ايه؟ سيميا، سيميا بايميا بكتيريميا لوكال. اسبريد كورونيستي. ممكن تعمل باس لوكلاس بس متاخر. ليه قوي كده؟ مين اولاد الالتهاب اللي يعمل بولي ساعات في الوش؟ الاريسيبلس ولا السيلولايت؟ الاريسيبلس. طب مين اللي انفكشوس؟ السيلولايتس ولا الاريسيبلس؟ ايه الاريسيبلس؟ سوبرفيشيا. هي دي اسمها وانا قاعد كده ايه يعني بهزر معاك بس هتقبل. واحد راح مسمعني السيلولايتس في الاريسيبلس وقال الاريسيبلس السوبرفيشيا انفكشن والريسيبلس بقى لونه احمر قوي والريسيبلس الايدجز بتاعته ويل ديفايند انما السيلولايتس بقى دي قصات بتدينا اسباب ولونه غامق والايدجز بتاعته نوت ويل ديفايند. قول له برافو عليك. طب مين اللي بقى انفكشوس؟ قال لك السيلولايتس سقط. لان لو السوبرفيشيا ما بقاش انفكشوس بتجيب هو اللي انفكشوس. انا لازم اسقطه يعني خلينا عمليين برضه ولا انتوا مش معايا؟ فاهمين؟ فاهمين ايه ميسي فيها؟ مش كيو بس عايز طالب مذاكر كويس وفاهم. مش از ايه؟ اكستريم ليري. فاهمين؟ يعني لازم مذاكر وفاهم يعني بتفكر. يعني ناس ممكن اضربك ضربه داتا تحت معلومه فاهمين؟ يعني داتا من تحت معلومه انت عارفها. امال ايه البويل ده؟ اير فوليكل حواليه بصه بصلك؟ اير فوليكل حواليه بصلك؟ ده الميكروب بيبقى ايه؟ ستاب عملت ايه؟ بصلك؟ الستاب بتعمل باص بسرعه ليه؟ فاغليس بصلك وبتفرز حاجه اسمها نيكروتوكسين بتعمل نيكروز في الانسجه. هو مثال النيكروتوكسين باين انها بتعمل نيكروز في الانسجه. واضحه لا ولا لا؟ طب هسأل أسئلة معلش ولاد هي بديهية جدا والله العظيم لو ما جاوبتهاش يبقى عندك مشاكل. هو البويل بيحصل فين؟ يعني فين؟ ما عدا البالم والسول. ليه البالم والسول ما فيهوش بويل؟ هو ما فيهوش اير بويل كده. طب هو البويل لونه ايه؟ أحمر. أحمر. يا لا طب البويل راسه ايه؟ صفرة. بس دي اصفر. بس بص انا هقول كل حاجه. الدم لونه احمر، الدم راسه اصفر. طب الدم طالع منه ايه؟ شعره. شعره. برافو عليك. طب يا ترى ايه لو انت شفت واحد عنده دم لونه احمر وراسه صفرة وطالع منه شعره يبقى نفسك تعمل ايه؟ اخد الشعر الاول. شيل الشعر. برافو عليك. يقول بص تخيل الدنيا سهله ازاي؟ ده افرض مش شايف شعره في الدم. سخن ابره قال يعني يا ستة مع امل واخرج وبعد ما تخرج تعمل ايه؟ بنعصر. والله العظيم انا ده بتكلم كلام عادي جدا ما بشرحش كلام تاني. ده احنا لو قعدنا على الشلطه مع بعض قعده حلوه كده ده الموضوع خلص. عارفين بعد ما اخرج من الدم بعصره عشان عشلت من عشان افضل اعصر في الدم لغايه ايه؟ لغايه ما اجيب دم. عارف انا الدم ده يقولوا عليه عشلت والقيح طلع تعصره لغايه ما ينزل والقيح. احنا عندنا الاستعمار الانجليزي قعد 80 سنه
تعلم دينا خفيف قوي يعني 80 سنه ما كانش كفايه تعلم دينا خفيف قوي مال مال يعني وحش مال يعني وحش قيح صديق فراح اوديه حته لاتيني على حته عربي مال قيح مول ايه مول ايه يعني سندوتش فول فاهمين سندوتش انجليزي على نص ايه على نص عربي ونمشي نفسنا فاهمين هذا لا احنا ايه بنفقع الدمل وصلاه يعني بنتكلم كده عادي بقى قوه يعني بنفقع الدمل ونعصره بنفقع الدمل ايه ونعصره فاهمين بس طب تفتكر لك ايه في فجاه نص السنه عشان ادرس لك موضوع الدمل قال الدمل لونه احمر والدمل راسه اصفر والدم طالع منه شعره وان احنا بنفقع الدم من وبعدين بنعصره بالتالي ده كلام مش معقول انزلك في اجابته السنه عشان ما تفتكر ايه احلى حاجه في الدم؟ ايوه شوفوا الدكتوره قالت كلام جميل قالت لي وجود الدم في الدنجرس اريا اوف ذا فيس طبعا بنتنا لا يمكن نسيبها لا يمكن لازم نسالها بقى ما تكلموا كده دكتور على الدنجرس اريا اوف ذا فيس يعني حته مثلثه هنا كده صح؟ لما بيحصل فيها دم من هنا بيعمل ايه؟ كفايه ساينس رومبوس برافو عليك انا دلوقتي هسالك سؤال اللي هو ايه؟ ازاي؟ برافو عليك انت هتقولي لي ميشري ديت يعني ايه ميشري؟ ايه؟ فيشر دين اسمه ايه؟ انتير فيشر دين ولا بوستير؟ انتير دمار فين؟ انا قدام ما قلتش يا سيري يا زكي سنة قالت انا سالتها انتير فيشر دين ولا بوستير؟ قالت لي بوستيريور اقطع على طول الموضوع بقى ملوش دعوه بالمذاكره فاهمين ولا دي دعوه بالايمان بالله ان الانسان لو سمع حاجه بيفهمها طب الانسان بيسمع وما بيفهمش يبقى في سلكه بين ودنه ومخه مقطوعه فاهمين ولا يعني الوريد ده اسمه انتير فيشر دين شاطر يا دكتور يودي على فين بقى يودي على فين؟ ازاي الانتير فيشر دين يودي التريجوي بلكس؟ دي فيشر دين؟ يعني انتير فيشر دين يودي للدي فيشر دين دي ليه سموه دين؟ عشان داخل جوه يودي على التريجوي فينس بلكسس التريجوي فينس بلكسس دي حوالين عضلة اسمها ايه؟ تريجوي مصر تريجوي مصر دي بنبدا ايه؟ افتح بقي او اقفل بقي مين بيفتح بقي؟ اللاترال تريجوي ومين بيقفل بقي؟ ايه؟ ميديال تريجوي واحنا قلنا الكلام ده من ده؟ ده بنعمل ايه؟ بنراجع وبعدين هنراجع تاني تبقى لا بص فاهم حاجه في قاعده بتقول حطوا في الشمس عن قفا الفلاح اعتبر ان ده قفل ايه؟ فاهمين؟ ان الشمس طالعه طالعه يا رب ما كانتش هتطلع دلوقتي هتطلع في قناه الفلاح اخلص اخلص الوريد ده اسمه ايه يا دكتوره؟ شاطره بيودي على انت شايفين شاطره بيودي على التريجوي فينس بريكسس بعدين من التريجوي فينس بريكسس يودي الميشن اللي هي تودي الكابرنا سايتس فاكرين اول مره قلتها؟ كانت صعبه قوي كانت صعبه قوي مثال المره دي احلى شويه اتهزت شويه برافو عليك وبعد كده لما تتقال تاني هتتهز تاني فاهمين؟ امال مين اصعب واحد يا ولاد؟ الطالب اللي انت بتشرح له اقعد باصص لك يقول لك انا ما انا لا مين بيفضل محافظ على المستوى زي ما هو كده شبه الكوبا مين؟ هو فين الدنشرس اريا اوف ذا فيس؟ المثلث ده يبقى ده هو فين؟ الفيشر دين يودي على فين؟ بعدين دي فيشر دين يودي على فين؟ الفيشر دين يودي على فين؟ الفيشر دين يودي على فين؟ الفيشر دين انتوا كاتبينها قبل كده نكتبها تاني ممكن تكتبوها 15 مره تجيبوا كشكول يجلدوك جدا بنيو تحط عليه تكتب وتكتب عليه اسم وتكتب المعلومه 15 مره وانا هلف الكشاكيل وهعجبك حط القلم هنا بقى اكتب يلا انت وهو تاني اكتب تكرار يعلم الشطار هنتير فيشر دين يودي على الدين فيشر دين
بتودي على الميشري فين؟ بتودي على التريجويد فينس. الله يخرب بس انك حاطط الناس في الدم. بتودي على التريجويد فينس بلبس. وبعد التريجويد فينس بلكسس يودي الميشري فينز الى كافيرنا السايد. وانا ممكن اعرف افتح الاناتوم شويه كمان. قولوا لي اسماء الخروم اللي بيطلع فيها الميشري فينز. خرم مدور. خرم الروتاندا. خرم اوفر. برافو عليك. شوف الطب سهل ازاي. خرم مدور. خرم ده طلبوا عمليه فاضله وبيعدي في الفرم الاوفال والفرم الروتاندا. الفرم الاوفال والفرم بنسى 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 ايه هو خرم مدور وخرم اوفر وايه الغباوه اللي انت فيها؟ يا فرم الروتاندا وفرم الاوفال. يوم رايح على الكافيرنس ساينس ولا ايه؟ نعمل كافيرنس ساينس مرض خطير ولا مرض خطير طبعا. اسالكم انا سؤال دلوقتي اللي هو ايه؟ تعرف ازاي ان حد جاله كافيرنس ساينس؟ يعني بقى عنده ضمن الجينات وبعدين عملوا كافيرنس ساينس روبوت. هتعرف ازاي؟ شو سببها هي ازاي بدون يسخن؟ عايز حاجه سبيسيفيك. يحصل النت ريفليكشن ايه؟ النت مع ايه؟ 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 ايه؟
دايابيتس ما بيستحماش ده رزق يعني. طب لو حد عنده السكر بيجيله دمامي كتير فين عدد فاهم بالظبط اسمها ايه؟ شوفوا الدكتوره بتقول كلام جميل. اصل القفه ده ولاد منطقه عند انسان عزيزه قوي. دكتوره على بال ما تخلصي الحدوته اللي بتقولها لها هكون انا خلصت الكلام عن المعزه القفه في حياتي. القفه دي منطقه مهمه قوي. حطيتي انساني صدره كده. ولو حد سقه كده او ضربه ما جراش حاجه، انما لو ضرب حد على قفاه يقول لك الانسان بالفطره يحكي على كده. فالحته دي في الصيد بتعرق جامد قوي. وبعدين ايه الراجل اللي هو ايه اللي هو بيعرق جامد ده اللي عنده السكر ومناعته وحشه بيبقى لابس جلابيه وسخه كده بتعمل جيب كبير كده وسخ. ليه؟ كان تافه لما طلع المنديل دي بيطلع على وشه يطب كريم. فهو ايه هيطلع هيعمل ايه في الجيم كبير؟ يطلع المنديل كبير بس انت محتاج ايه ما خلاص كده. اما الدمامل الكتيره ولا تحصل في منطقه القفه في منطقه الوش. تعرفين الدمامل الكتير دي بيسموها ايه؟ كرامكي انا سالت سؤال هو وحش؟ حلو هو فين انا عايز ايه؟ ده خطا بالظبط هو فين انا عايز ايه؟ دي طلبه ثانيه فاهماني طبعا. يقول لو في تمامي كتير يقول لك يبقى اكيد ده عيان قوي. عيان قوي. عيان قوي. طبعا تمامي كتير ده ولاد يقول لك كربانك. مشكله؟ طبعا طبعا. تخيل واحد عنده 15 دم فات كلهم بيطلعوا نيكرو توكسين. تخيل 15 دم اللي بيطلع نيكروتوكسين في قفا واحد. قفا ده حصل له ايه؟ بقى نيكروتوكسين. قفا بقى مليان نيكروتوكسين. وهو اليون كومبرومايز. فاهمين يا ولاد؟ تعرفين العيان يا ولاد بيبقى عنده التهابات عنيفه جدا. وعلى الرغم من كده مش سخن قوي كده. مين سيستم سبريس؟ تبص على قفاه ولاد شبه المنتو. قفاه احمر ونقط صفرة قليله نقط صفرة قليله. متهيألي انا ما صور لكم قفاه واحد. في صوره الكربون. شايفين عنوان كربانكل ولا واخدين بالكم ان الكربانكي ده بيقولوا عليه انفكتيف جنجرينو بسنين. الله يرد عليك. انت قال يا رشم كربانكي ده يقولوا عليه انفكتيف جنجرينو بسنين. يعني ايه نيم؟ قفا. طب هو ليه بيقولوا عليها جنجرين؟ نيكروزي؟ نيكروتوكسين. وليه انفكتيف؟ عشان في اورجانيزم. بميكروب اسمه ايه؟ ستاف. ستاف لسه قايلينها. ده الموضوع بادئ تماما. فالميكروب بيبقى ايه؟ ستاف. والستاف بتطلع ايه؟ نيكروتوكسين. فالقفا بيبقى نيكروتوكسين. القفا مليان نيكروتوكسين. الصديد بيبقى قليل قوي على فكره. لدرجه ان المرض يقولوا في مجمله نيكروز اكتر منه صبر. فاهمين يا ولاد؟ اكستنسيف نيكروزيس. اكستنسيف نيكروزيس في القفا. بقى مارد انفكتيف جانجرين اوف زمير. هو الصديق قليل ولا كتير؟ قليل. مكتوب في الديفينيشن؟ هو في الديفينيشن مكتوب ايه؟ طب زي تيشو انفكتد جنجرين. الميكروب ايه؟ استاذ لان هو اصلا ايه؟
دم، لأنه هو أصلا دم، والدم الاستاب، والاستاب بتفرز إيه؟ والاستاب بتطلع إيه؟ نيكروتوكس. هو إيه بريمز بوزن الفرق؟ بعد جنرال بوزيشن وبعد هايجين الباثولوجي. النيم اوف ذا نيم از ذا كومن سايت، الافا از ذا كومن سايت. ده سؤال ام سي كيو، ممكن في الفيس، ممكن في الدورسال اوف ذا هاند، لكن الافا اكتر حاجه. باثولوجي الانفكشن ستارتنج في الاير بوليكل اوف ذا سكين. اكتب جنبي يعني دم. الانفكشن ستارتس في الاير بوليكل. خلي بالكم بقى ان انا ايه لغايه الكربانكل وبديت اقرا معاه. طب بتفهم ايه؟ وسؤالات الجزء اللي احنا خدناه ده في سؤالين بيتهم الابسس والكربانكل. امال لو كابسي بيلايتس او اريسيبيلاس يبقى راجل بيقرصك كلى بريده. دي لجعه جامده جدا. تعرفين الطالب يجي له كربانكل يجاوب، يجي له سيبيلايتس ما يجاوبش. ليه؟ ان هو بيبرشط وهو بيذاكر. فاهمين؟ طب هو كلهم شبه بعض؟ اه كلهم سيمبتوم ساين جنرال لوكال، كلهم شبه بعض. فاهمين؟ الفكره انت عارف الميكروب، عارف الانفكشن فين؟ بس تكتب اي حاجه، عارف الميكروب، عارف الانفكشن فين؟ بس تكتب اي حاجه. لدرجه ان ممكن الخص لك كده ان الابسس ده باس لوكلاس، صح؟ في اي حته هو ده ابسس. امال يعني ايه دم باس لوكلاس حوالين هير كولر؟ بس بوبيلاس يعني ستاب، سواء ابسس او بوي. امال الاريسيبيلاس والسيليلايتس؟ هما الاثنين ستريبتوكوكاي، لانهم بيحصل لهم سبريد انفكشن. ايه الفرق؟ ان الاريسيبيلاس التهاب في الجلد، والسيليلايتس التهاب في السبسيتينس فاير. ستريبتوكوكاي خطر قوي عشان الروماتيك هارت والبوست ستريبتوكوكاي دومين فرايد. امال ايه موضوع الكربانكل ده؟ تمام تمام. كتير في واحد منكم كومبرومايز. لما طلع في الباثولوجي ان الموضوع بيستارت في الفيكشر كير بوليكل، اه وبعدين يحصل سبريد للاندرلاين سبيتينس تيشو، فتعمل لوكيليشن اوف باس بديفرنت اوبننج. انا باكد يا اولاد ان الباس بيبقى قليل قوي بالنسبه للميكروسكوب. أنا بأكد على فكرة إن الباص بيبقى قليل قوي بالنسبة لحجم النكروزيس اللي موجود. فاهمين؟ الموضوع في الأصل نيكروتوكسي. شوف المنظر يا ولاد عامل إزاي؟ حد في أحمر ونقط صفر. العام بيبقى توكسيك قوي، لكن مش فيفرش قوي، مش شرط يبقى فيفرش قوي. ليه؟ يمكن برمايد، بس هو في كميه توكسين في الدم جامده جدا. يعني هو عنده نيكروتوكسين في قفاه وعنده توكسين في الدم كتير جدا. العام يعني توكسيك بس مش قوي، يعني حرارته 38.5 بس هو توكسيك جامد يعني. فاهمين؟ الكونديشن بتبقى بينفول ان ديريشن اوف ذا سكين وصافي تينس ديشو. السكين احمر. لما العين يتصاب خالص بقى يبدا يحصل فلكتويشن، which is red. هتعمل multiple sinus، تفتح سيبري. بص يا ولاد عارفين هو بيبقى شبه الملاحه. الملاحه ولا الملاحه دي بقى شكلها عامل كده. يا خروم من هنا ليه؟ نزل مالك. السؤال الجاي، لماذا صمم الانسان الملاح؟ عشان ابقى عايز احط ملح على الفول، فلما اعمل كده ينزل حبه صغيرين، انما من غير الغطا لو عملت كده الملح كله ينزل. اه تفتكر بشرح لك الملاح؟ انا مش بروح من المره، انا عايز منها حاجه تبقى منها ولا لا؟
الموضوع بيبدا بادي الجر ده اهو وادي الهيب فولي وادي الصفر دي ناس فات. الموضوع بيبدا بدم من هنا ودم من هنا ودم من هنا وبعدين ينتشر الالتهاب بالصفر دي ناس ايه تاني فتعمل خراج كبير فاتح في منطقه الايه اوبني لكن ده لوحده مش كفايه. في حد يا ولاد يسيب خراج زي الملاحة؟ ليه؟ ما بيفضيش بأمارة ايه؟ الملاحة. واحنا عندنا قاعدة بتقول ملاحة لا قول لا سلطانية. واضح انا هعالج ازاي بقى؟ هخش اشيل غطا الملاحة اعمل انسيجن شكله ايه؟ مش نص مهم في القفة؟ لا عمرك شفت واحد راح يكتب واحدة بقيت لو سمحت تحتاج وريني معاين القفا ومنطقة القفا اختاروا ايه؟ يعني القفا بيبقى مستخبي دايما مش كده بنفتح كروشيت انسيجن واقطع ايه؟ الايدجز واعمل ديبرايفنج فاهمين؟ يعني بالبلدي لو حد بيفهم بشيل غطا الملاحة وفاضي اللي جوه. تعرفين الدكتور بعد ما يفتح كده ولاده ويفضي يعمل كروشيت انسيجن ويفضي لجوه ويفضي الملاحه وكده البنات لما بناكل كده ايه مثلا طبيخ وبعدين ايه خلصنا بتقوم ايه داخله كده في صفحه الزباله تنزل بواقي الطبيخ وبعدين يبقى الطبق يبقى الطبق نضف كده لا ليه؟ مطرحه ايه؟ دمعه. طب والدمعه دي ينفع نشطفها كده؟ لا ليه؟ فيها سمنه برافو عليك ولازم نشطفها بايه؟ بدريل بدريل او فير اللي هو مين؟ قاهر الدهون اللي هو بيقلل السيرف ستنشن بتاع الدهن يوم الدهن ينزل بقى ويبقى الطبق زي الفل. احنا هنعمل نفس الكلام. احنا هنشيل النكروتيك تيشن. هتبقى بقى دمعه كده يعني بواقي النكروتيك تيشن. بنشططها بنغير عليها بماده اسمها جليسرين مغنيسيوم. جليسرين مغنيسيوم ده اللي هو بريل. يعني ما لاقيش طالب قال يقول يعني يا دكتور يعني ايه جليسرين مغنيسيوم؟ يعني ايه بريل؟ يعني يا دكتور الجليسرين مغنيسيوم بيشيل بواقي النكروتيك تيشو زي ما بريل بيشيل بواقي الدهون من الطعام. يعني ما فيش حاجه تتفهم. سهل جدا. يعني احنا بعد ما بننظف بعد ما ننظف كده بنغسل بايه؟ بجلسين مغنيسيوم. طب في جدع يقول لي بعد هو الخراج الكربونكي لما بفتحه بيبقى لونه ايه؟ هو الاول احمر لما افتحه خالص بيبقى لونه ايه من جوه؟ اصفر. فانا هفضل انضفه واغير عليه لغايه ما يبقى ايه؟ احمر واوا صفرا واوا انفكتد واوا حمرا واوا هيلسي. يلا لا تحمل الخطوه الجايه. سكين جراف او طيب انت عايز تقول كلمه حلوه. لو الديفكت صغيره ممكن اقفله. لو كبير احط عليه سكين فلاب او سكين جراف. اوعى تسيب جرح عيان السكر في الهواء. هيبقى ليه انفكت. ذا بيست كفر فور اون. شوفوا في نفس الحصه شوفوا النمله مره. ذا بيست كفر فور اون سكين. اوعى تسيب في الجرح عيان السكر في الشارع. اول ما الجرح ينضف تقفله، اول ما الجرح ينضف تقفله. فاهمين يا ولاد؟ يقفله ولو الجاب كبيره سكين فلاب او سكين جراف. فاهمين يا ولاد؟ هو ممكن الكارباكي يا ولاد يعمل كافيرنا ساينس ثرومبوزي؟ لو جيت في الدينجرس اريا اوف ذا فيس عارف انا الدينجرس اريا اوف ذا فيس دي موجوده فين؟ في الوش من قدام كده. قول لي الباسورد
تيركو شابين ديفي جابين تريبوت فينس بلكسس ميشل بير تفرنا الساينس. هاي قول لي باسوي تاني وصلوا التين. برافو عليك. كلام مكتوب عندكم موجود صح؟ طب وانت كنت كتبته قبل كده؟ صح؟ بعدين انت كنت كتبته قبل كده مره زمان؟ انا رقم محمد المطري قلت له كم مره؟ ثلاثه. انت كاحمد او زكيه او الجاد اعملها بقى مره او مرتين يعني. ما انت لازم تساعد معايا المواطن، انا مش بلعب لوحدي ولا ايه؟ فاهمين؟ انفستيجيشن بنعمل بقى بلاد شوجر وبنعمل حاجات الانفكشن وكلتشر سنسيتيفيتي. اتصالات هندي انتي بايوتيك انالجيسيك انتي بايوتيك. الانتي بايوتيك اوف تشويس الحاجات اللي هي بنسلينيز ريزيستنت زي الفلوكساسيلين او الاوجمنتين. عارفين الفلوكساسيلين ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيقولوا عليه في السوق ايه؟ فلوموكس او امبيبلوكس. هو ده بنسلينيز ريزيست يعني ده يقاوم البنسلينيز. او الاوجمنتين امبروف الجنرال كونديشن وكنترول الدايابيتس. بنعمل كروشيت انسجن وننظف البوكيتس. يعني ايه البوكيت؟ اللي هو الباسكو كيلاي. البوكيتس دي هي باسكو كيلاي. نعمل ديبرايدمنت ونشيل النيكروتيك تيشو. الله يبارك فيك. ويعني ايه ديبرايدمنت؟ بشيل لحد ما اجيب دم هيلثي تيشو. بشيل كل النيكروزس. يعني اقص السكين ايجز. يعني افتح الديب فاشيا. يعني اعمل لي اوبن تو اول ذا بلينز وسكاتنج اوف نيكروتيك تيشو. اول ذا بلينز وسكاتنج اوف نيكروتيك. اه ده ديبرايدمنت. الدبرايد ده مش بلين معين. فتح كل البلين زي الكروتيك تيشو بشيل. هو ده الدبرايد. فاهمين؟ دريسنج انتيل هيلثي تيشو از فورمد. دريسنج بنغير بحاجه اسمها ايه؟ جليسرين مغنيسيوم. موجود في اخر صف. جليسرين مغنيسيوم سلفيت. بعد ما الجرح ينضف كده بتحط سكين جرافت او سكين جرافت. فصلات بتبني على الابسس ومهم قوي. وتكتب لي على الكاربانكل ومهم قوي. وتكتب لي على الباقي مهم بس مش قوي. ممكن يجي لك سيلولايتي. ممكن يجي لك سيلولايتي. بس لو جالك كاربانكل ما جاوبتش هتبقى انت الطالب الوحيد في الدفعه اللي ما جاوبش. لو جالك سيلولايتس ما جاوبتش هيبقى معاك ناس كتير بيستلموا طالعين بيصوتوا معاك. فاهمين حاجه؟ طب هو طالب اللي ما بيجاوبش سيلولايتس ده طالب غبي؟ الموضوع كله عباره عن انستريكتيف فوكال انفكشن سب كتيرس مش مضاد للتنظيف كده. غير كده سبامبت انفلاميشن سبامبت انفلاميشن على طول. فاهمين ولا حرام حرام. طب افرض انا جيت قلت لك كلمني عن اكيوت الفانجايتس اكيوت الفاتينايتس هتقول لي كان في سورس اوف انفكشن يعني مثلا صباعيتس. وبعدين السوبعايتس ده كان معاه خطوط حمراء كده. الخطوط الحمراء دي بيسموها ايه؟ الفانجايتس. وبعدين تعمل ايه؟ بيسموا الحل ايه؟ الانفادينايتس. ازاي تعالج الانفانجايتس بالانفادينايتس؟ عالج الكوز وانت جالك بقى يوم اليلو ستريكس دي تروح والحل يروح. طب مين جدع يقول لي بقى مشكله الانفانجايتس بالانفادينايتس؟ لا ده عايز سبعه ده غفر قطع طريق. تعريف الاي بي استخدام معلومات سابقه في حل مشاكل جديده. ايه؟ شاطره دكتوره سقف لها بقى. كمان سرعه سريان الداتا في الرماد.
يعني في طالب عارف يعني انا لما قلت دلوقتي لما الدكتوره قالت اللي بتعمل الانفانجايتس والفاديماتس ده ممكن تعمل قديمة ما الانفانجايتس بيسد الليمفوسيس بيعمل قديمة انت هتقول لي انت عارف اه تعالى بس المعلومه عندك هي طالعه في العربيه لا ده مش راضيه تدور لكن الطالب اللي هو قريب التقايم بليس اند بيرسون او ما يسمع كلمه انفانجايتس والانفانجايتس فقال لك اوه بعدين انت معنا مطروح ممكن تعمل قديمة قديمة لان الليمف بس اللي بيتسد ولا ايه يا شباب؟ صح؟ انفانجايتس ليمفادينايتس اشطبوه دي انا مش هتحطوه لا انا بتاعهم في باب الليمف فاللي عايز ذاكرهم من باب الليمف اذا كان الكلف اللي انت عايز تخليهم هنا خليهم هنا واشطبهم من باب الليمف براحتك شوفوا الديمقراطية منتهى الديمقراطية طب انا ليه اولاد ما بشطبش واقول لك سيب باب الليمف اه كل ما تشوفوا مقراهم مين يعرف يمكن حاجه تسمع فاهمين؟ بس التكرار يعلم ايه؟ الشطاب فاهمين حاجه ولا لا؟ امال مين اللي غريبه شويه؟ هيرادينايتس سابريتيفا هيرادينايتس سابريتيفا هيدرادينايتس سابريتيفا ليه؟ هايدرا هايدرا ليه؟ الحيوان مال ادينايتس مين الجلاد اللي بتطلع ميه؟ صوت جلاد شو بقى في طلبه بيدوش عشان كده هايدرا ميه ادينايتس التهاب صبر ديفا يعني التهاب صبر في الغدد اللي بتطلع ميه ليه ده صوت جلاد؟ في الغدد العرقيه مش طالب انواع الغدد العرقيه اكراين دي اللي بنعمل بيها اللي بنعمل بيها ازاي؟ بنعمل بيها كده يقول لك انا شغال انا بحرق بعرق جبيني هو ده اكراين امال اوكراين ده اللي هو ايه؟ موجود في الاكزيلا والروين حوالين النيبل بعد الجينيتيريا هو ده الاوكراين ايه يميز الاوكراين؟ جدع شاطر فكتفه وحشه عارفين واحد يبقى ما بيستحماش يقعد جنبك كده يقول له الا تستحم يا رجل بعدين تقوم عامله كده قوم جايه رايحه لهناك راح واقف جنبها هو ده بيتكلم على ايه؟ عمرك شفت واحد ماسك مزير رايحه في العرق يرش كده يرش على الاسرائيلي يقول لك اكراين اكراين ده كبي ده بينظم الاوكراين مين بيفهم الكلام ده؟ دكتور مش كده الدكتور اولاد يفهم ان ده التهابات في الايبوكراين جلاند والله لو دمل ولا حاجه ممكن نفتحه وندي انتي بايوتيك ونقول له يبقى جود هايجين يعني الامور ساعات بتزيد قوي ولا يجي له 15 دمل في منطقه البرينيه لدرجه وما بيبطلش تماما ما بيبطلش عارف يعيش حياته اكيد في ناس تسمع حاجه كده هو المرض مش شرير قوي فاكيد فيكم ناس تسمع حاجه كده واحد بيجي له 15 دم تحت باطه 15 دم في قفاه 15 دم في حته الجروين لدرجه ان ساعات يضطر يعملوا سكين اكسيشن وسكين جرافت عشان خاطر الفريكونسي بتاع الانفلاميشن يقل طب الاصل ايه؟ بص بص حط جنبها بوسه
كتير بوزو بوزو اللي هو تحت شعار يلبس حلوة جميلة. طب والطالب ممكن يعرفها بسهولة جدا لو قراها حلو. هيدرا دينايت سبرتيفا أنا تعرف ما سبرتيفا أدينايتس هايدرا يعني التهاب سبرتيف في الأسبوع كده. بعدين بقى الطالب بقى عارف كات إيموكراين وإتراين كده إيه كده إيه إتراين برافو عليك. وما الحتت بتاعت النبل والجينيتيريا وكده إيه إيموكراين ريكسونا ودم الدم عارف الدم بنعالجه ازاي الدم بنعالجه ازاي الدم بنعالجه ازاي يلا بنفقعه الدم بنعمل فيه ايه بنفقعه فاهمين انا وندي انتبيوتيك طفيته بقى الدمام الكتير قوي وبدات تعمل اكستنسيف انفلاميشن وفايبروز بنعمل اكسيشن وصعب عليك الكلام بقى فضل رد في طالب ما جاوبش اعمل فيه ايه؟ بصوا مش بيسأل بصوا لا هو برضه الدكتور بصوا رئيس الاسم ده ولا الاستاذ هو مش غبي انا سألته سؤال ولا هو قال لي دفعه ايه؟ لا طبعا وهم دول اللي بعد شويه هيبقوا اساتذه بس فيهم ناس رخامه يعني في حد من اوائل الدفعه كده يقول لك فلان شاطر بس رخم يعني الله يكون في عونه اللي هيتجوزه هو بقى لما بيكبر بيفضل استاذ رخم هيودي الرخامه فين؟ وفي واحد تلاقيه من اوائل الدفعه بس ظريف بيفضل ظريف طول عمره فاهمني؟ لما حد يبقى رخم بيبقى فاهم هو بيعمل ايه؟ فاهم هو بيحط سؤال زي ده انه مش هيتجاوب فيحطه بخمس درجات كده او بدرجتين يعني ايه بيحطه في اول الورق انت تخش تلاقي ثلاث اربع اسئله ما انتش عارفهم برغم درجاتهم مش كبيره خمس درجات خمس درجات خمس درجات يعني الليله كلها اللي انت خسرته 15 درجه بس في اول الورقه تك 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 طب لا الطالب ايه؟ دروس انا يلا حلو صار انتوا ما بتبقاش واخد بالك من استراتيجيه الورقه الدرجه الكليه طب والحاجات دي ورقة الصغيره دي بتبقى سهله قوي بس محتاجة مني إن أنا أقولها لك. ما طنشهاش. محتاجة منك إيه؟ ولو وانس أوفر لايف. أنت عارف إيه وانس أوفر لايف؟ عارف إيه وانس أوفر لايف؟ تعرف تغشها. عشان أنت عارفها فلما تسمع كده حد بيتكلم مع اللي جنبك. أنت عارف بقى لو أنت غبي لا سمعت ولا قريت. أنت بتخرج. ما تفرش على كوز الدور حاجه انت عارف لو المعلومات ما عندكش قدامك ما بتشوفهاش العلم العلم ما تشوفش اللي ما تعرفوش فاهمين ولا لا؟ القرايه فضل فضل وكل ما ترى اكتر العمق ايه؟ يعلى فاهمين ولا لا؟ امال اللافينج ان شاينا وعيد الحصتين يوم الثلاث يعني خليها الاسبوعين بتوع اجازه السنه دول حد وثلاث وبلاش الكلام ويوم الثلاث اعمل حصتين لمده اسبوعين اظن كده ايه كده حلو قوي احنا عندنا نفسي اعمل خميس ومراجعه سبت اربع اشهر على الله كده نعمل مراجعه مثلا روماتولوجي الاسبوع الجاي خلاص وعلى بال ما ترجعوا بقى هتلاقوني حاطط لكم سيستم سوليد قوي يعني راجع كل اسبوع حاجه مع الشرح بتاعنا فاهمين ولا لا؟ عشان لما نيجي على مراجعات شهر 6 ان شاء الله تبقى الحاجه واخده وش وش المراجعات. ما في شهر 6 نبقى بنراجع الحاجه اللي خدناها مراجعة نقابل الحاجه اللي خدناها ومراجعناها وبعدين بنراجعها تاني وانت مش عارف انجوي يور تايم اتجوز اتجوز انت فايده فيه طيب عباره عن التهاب في اللبن مش مايك ترى
عارفه اللوت من الغلبانه ديت كيف اللي غلب برافو عليك ايه ده لوت هو بيقول عايز ايه لوت انا قلت انا سالي سؤال دكتور ايش معنى اللوت اللي فصلناه يعني ليه نفسد اللوت في درس بعض قولي لي حاجه مهمه في اللوت سالبه الجلاند وايه حاجه بنتكلم ايه طب شدي لما بتروحي للراجل الجزار تقول له انا عايزه لسان كده باللافلو عشان تطبخه يعني باللافلو الراس اللي هو لسان بايه؟ باللافلو يعني اللافلو ده واصف بايه؟ والله لو بشرح طرفات في اللسان ده واصف باللافلو طب لو اللافلو انتهى هيعمل ايه في اللسان؟ هيرفع اللسان لفوق اللسان ما عرفش يرفع لفوق يرفع لفوق والورا يوم الواحد يتخن قولي لي يا دكتوره الكتيبه بتطلع اللسان لفوق ما بتنزلش خلينا في دي فشل تجربه عمليه في المكتب احضر رغيف عيش ني ورق الرغيف كده على المطرحه وبعدين رميه في الفرن هتلاحظ ان الرغيف بيقبل فين؟ ليه ما بيقبلش في التحت؟ عشان تحت الفرن لا قبل تحت يبقى الرغيف ده ايه؟ برافو عليك ونظرا لوجود الديك فاشيه تحت فالقديمه اللي تحت بتبقى قليله قوي امال القديمه هتبقى عاده فين؟ تقوم رافع الطنج ورميه لورا ما في العيال عنده لوت من جنجانه ده ما عرفش ينام على ضهره ينام وهو قاعد ويحاول يخلي لسانه بره عشان يأمن نفسه لان عم النفس هو اعلى من الباب شكله خطر بس عامل المرض ده وده بيبدا ازاي يا اولاد؟ بتاعت في درس انا درس مسوس عم في ناس بعدها درس مسوس يقول لك يا راجل خلي السوس يا نعيش يعني هو كمان احنا كلنا لازم نعيش مع بعض وبعد شويه يجي له قراء في الدرس يعني تقفل اللف يقول لك اه اللف ده وجعاني قوي وجع جامد مش مهم وبعدين يجي له ابسس تحت الدرس ولا تسكت يقول له مش مهم هو ده بقى يجي له لطفي الجلد شكله صائد يعني هو حتى كشخص شكله خالص اه ده يجي لوت انفكشن او صاب مانديبلر سيرادمنت حتى الدكتوره من غير ما انا اشرح لها ابقى قلت لها اللابلوب في ايه؟ قالت لي في سيريبر جلاند شوف انا شرحت لها حاجه هي جامد بيها اهو بالمعلومات اللي هي معلومات عن اللاجاليه يعني في ايه؟ قالت لي في سيريبر جلاند وفي ايه؟ قالت لي في لسان قلت لها ليه؟ قالت لما نروح نشتري لسان بنشتري لسان باللابلوب حته واحده اللسان باللابلوب فلما اقول لك ان في التهاب في السليفري جلاند يعمل التهاب في اللاجاليب هتقول لي ايه؟ قول بالانجليزي لودوينج انجينا ده التهاب في الفلور اوف ذا ماوس اكستنسيف سيريلايتس في الفلور اوف ذا ماوس بيبدا ازاي؟ بالفلر ابسس ابسس في الدرس او سيلادينايت طب وايه مشكلته؟ ان في ديك فاشيه تحت وبالتالي مش هيعرف ينزل لتحت فبيطلع لايه؟ لفوق عايز تفهم اكتر؟ حط صباعك ورا سنانك كده هتلاحظ حاجه ان السنان وراك كده خد بالك من الحكايه دي؟ ان ربنا موقع الفلور في سماوي هو عامل كافيتي ورا السنان ليه؟ عشان لسانك يخش بقك فاهمين؟ تعرفين فلور اوف ذا ماوس لو عالي ده سوى السنان خلاص مفيش مكان للسان افرض لسانك دخل حاجه على طول بالذات لو جيت تنام ولا حاجه تعرفين لوكينج انجينا تعرفين اهم حاجه في عالمنا
سب منتر ريليس ديسيجن عشان دي ما تنزل لتحت. عارفين ان ساعات بيضطر يعملوا تراكيوسكول لو دي ما اكستندنج بقى لحته لاركس بيضطر يعمل تراكيوسكول. مرض خطير، مرض خطير. وانتوا خدتوه في الانف واذن صح؟ عارفين مره جه لاتنج انجينا في طنطا في طب طنطا من حوالي كده 7-8 سنين. عارفين الطلبه كتبت ايه؟ كتبت انجينا بيبس. ولا انجينا اه ما اعرفش ايه انجينا فراح كاتب انجينا بيبس. انجينا بيبس يعني سبحان الله يعني هو تعرف الطلبه دي ممكن تتخرج يبقى ده كان يحيي العظام يخشوا الواحد في الاستقبال عنده لطف مش انشاين يا عيني ويروحوا تعملها لك عشان احنا ادينا له لايسنس وكده. فاهمين انت لازم تعرف لطف مش انشاين عارفين لو فتشتوا في مذكرة الامتحانات كلها مش هتلاقوه. عارفين لو فتشت في كتاب القصر العيني هتلاقيه. تمام؟ مش هتلاقيها باب الانفكشن، هتلاقيها في حتة تانية اعتقد. موجودة والله. عارفين لو جاب لودنج انجينا في الامتحان هيبقى شبه الأسئلة اللي بيجيبها والطلبة تخش هتبقى شبه الشبه السالفة اللي بتسأل. عارفين اولاد انا عيب مش هو جاب سالفه الفيست ده وانا شارحها وكل حاجه بس بصراحه انا عيب عليه سؤال عايز سقط حد اهو سقط لوجن ده انجينا وتطلع بقى كده قلب الطالب في ايدك وعينيه ومناخيره سقطته محدش يقدر يتكلم محدش يقدر يقول لك صعب اديله على وشه لو فتح فوق السيرجيكال ايجابي اما الطالب اللي ما بيذاكرش ضد من انجينا لولا جاي يعني يحط عليها صوره تنين يعني داخل على حاجه سيرجيكال ايمرجنسي سبع وش لا جريم طبعا ايه سيرجيكال سايت انفكشن بيقول لك لو بيت لك ممكن تخنق لو مات يلا نعم